أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من أوضة اللبس. الدوري المصري بيصل للأمطار الأخيرة وصراع كبير على القمة ما بين الزمالك والأهلي، وصراع كبير على الهبوط، على مين الفريق الثالث اللي هيهبط إلى دوري القسم الثاني الممتاز به مع الإنتاج الحربي وأسوان اللي تأكد هبوطهم إلى دوري القسم الثاني. الزمالك بيخش معسكر مباراة الإنتاج الحربي، مباراة تحديد بطل الدوري بشكل كبير. زي ما حضراتكم عارفين، إذا فاز الزمالك سيتوج بطلا للدوري للمرة 13 في تاريخه. جدول الترتيب، الزمالك في المركز الأول ب 76 نقطة، والأهلي في المركز الثاني 72 نقطة بفارق 4 نقاط، وفي المركز الثالث سموحة 50 نقطة، بيراميدز في المركز الرابع 49 نقطة. أما الثلاث فرق اللي بتصارع على الهبوط، أو الفرقتين اللي تأكد هبوطهم، الإنتاج الحربي في المركز ال 17، وأسوان في المركز الأخير الاثنين ب 27 نقطة. وفي صراع كبير جدا ما بين وادي دجلة والبنك الأهلي والإسماعيلي على مين الفرقة الثالثة اللي هتهبط للقسم الثاني مع الإنتاج الحربي وأسوان. كنت بكلم حضراتكم على الزمالك، وبيسعدني ان انا اكون معايا مداخله من الاستاذ محمد الاتريبي، نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. استاذ محمد، مساء الخير. انا كابتن ميدو، ازي صحتك؟ مساء النور. مساء الخير يا فندم. مساء النور. يعني عايز اسال حضرتك على اخر استعدادات الفريق، وانا عارف ان في تركيز كبير جدا على المباراه القادمه، وفي محاوله لانهاء بطوله الدوري في المباراة القادمة يوم الثلاثاء إن شاء الله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله، يعني فريق الزمالك رجالة، آخر 11 ماتش كسبوا 10 وتعادلوا ماتش واحد اللي هو مع الجونة. في روح، وهم حاسين بالمسؤولية تجاه جمهورهم. احنا في المشوار الاخير خلاص، يعني فاضل نكسب المباراه القادمه ونريح الجمهور ونريح وهم يستريحوا، لانه طبعا حتى يعني في الماتشات الاخيره هم تحت ضغط عصبي، لانه طبعا المنافس قوي وبيلاحقهم، فهم يعني الحمد لله ما زال هناك فرق 4 نقاط، فيعني باذن الله نتوج بالبطوله الدوري في يوم الثلاث ان شاء الله. اللعيبه مركزه، عندنا مدير فني انا شايف ان هو يعني على مستوى مميز، وحتى في المباراه الاخيره عمل تغييرات، انا في رايي انها كانت تغييرات جيده جدا، لان اخر 10 دقائق قفل الملعب فتوح وحازم امام. فما دام عندك كوتش مميز وعندك لعيبه عندها اصرار وعندها كفاءات، والفرقه الحمد لله اخذت اخر 4 ايام راحه، وبالتالي يعني احنا كنا المفروض نلعب النهارده او بكره، هنلعب يوم الثلاث، فدي حاجه جيده. فأنا إن شاء الله متوقع إن هم هيفرحوا جمهورهم ويفرحونا، وإن شاء الله يعني نتوج بالدوري يوم الثلاث بإذن الله. أستاذ محمد، هل رصدتوا مكافآت خاصة لإنهاء الموسم في الجولة قبل الأخيرة أمام الإنتاج الحربي، ولا نظام المكافآت ماشي زي ما هو؟ لا بالعكس، إحنا من آخر 5 مباريات رصدنا مكافأة لكل مباراة، ان كل لعيب كل ما بنكسب المباراه في مكافاه خاصه، والحمد لله اخر 3 مباريات هم كسبوها واخدوا مكافاتهم الخاصه، وراصدين في المباراتين الاخرين دي مكافات خاصه غير المكافات اللي كانت متبعه يعني. وباذن الله لما يتوجوا هيبقى ليهم برضه مكافاه خاصه، لان هم دول هيفرحوا الجماهير ويفرحونا كلنا ان شاء الله. هل في راي حضرتك، هل تاكد هبوط الانتاج الحربي رسميا يغير من حسابات الزمالك للمباراة، ولا الزمالك داخل على المكسب بغض النظر عن ترتيب يعني الفريق المنافس اللي بيلعبه في المباراة؟ بص يا كابتن ميدو، انا يعني كرأي الشخص انه بالعكس، ان هم دلوقتي لو هم كانوا بيبحثوا عن الثلاث نقاط، فممكن ان هم ينزلوا يفتحوا ويهاجموا والثغرات تبقى موجودة. النهارده هم بيلعبوا وما عندهمش حاجة يخسروها، هيلعبوا بهدوء،
فالهدوء ده ممكن يبقى ضغط على لعيبه نادي الزمالك. فانا اللي انا متصوره ان احنا بغض النظر هم كانوا محتاجين 3 نقاط او مش محتاجينها، هم هينزلوا يقدموا مباراه جيده، وده اللي اعلن عنه مدربهم كوشت. فاحنا لازم نبقى مستعدين ولا نتهاون، وربنا يوفقنا ان شاء الله. زي ما يعني زي ما برضو الماتش بتاع سيراميكا كليوباترا، سيراميكا كليوباترا ما كانش عندها حاجه، يعني هي خلاص في نص الجدول، مش فارقه معاها تكسب او تخسر، انما لعبت مباراه اكثر من ممتازه وما عليهاش اي ضغوط. فممكن ان هذا برضو يحدث، انما انا عندي ثقه في فريقي وان شاء الله ربنا يوفقه. استاذ محمد، للاسف النهارده خرجت اخبار عن غياب جنش عن التدريبات، واحنا عارفين ان كان في يعني انسيدنت او في واقعه حصلت قبل مباراه سيراميكا كليوباترا ما بين المدير الفني باتريس كارتينو وما بين جنش. هل كارتينو تواصل معاكم بعد غياب جنش في تدريبات اليوم ولا لا؟ هو جنش مش ما غابش، هو غاب بقرار. جنش طبعا هو يعني من اللعيبه المميزه واللي شارك في نجاح نادي الزمالك وفريقه، انما هو اخطا ولابد يكون هناك عقاب. يعني قرار يعني قرار الجهاز الفني يعني ولا قرار طبعا ولا لا، قرار الجهاز الفني له كل الصلاحيه. احنا الجهاز الفني هو اللي بيدير، انما لو في احنا شايفين حاجه غلط ممكن نتدخل، انما الجهاز الفني له مطلق الصلاحيه. ومفيش كابتن مين، انت راجل كنت يعني لعبت في جميع دوريات العالم، مفيش حاجه اسمها كوتش لعيب هو اللي بيقول انا انزل العب ولا اقعد. طبعا طبعا طبعا. فهو يعني كان قرار مجلس اداره يا استاذ محمد، كان قرار مجلس اداره بعدم وجود جنش في التدريبات لا، ده قرار الكوتش واحنا ايدنا هذا القرار. اوكي. انما الجزاء ده لسه بقى هنقعد ونقرره بعد كده، انما قرار استبعاده كان قرار من كارتيرون. واحنا طبعا شايفين ان هذا القرار سليم، لانه ما ينفعش ان انا كلاعب حتى لو انا شايف ان انا احسن جون في العالم، قرار لعبي هو قرار الكوتش بتاعي. وبعدين ده كده كان ابو جبل، كان عواد، كانوا عملوا نفس المشكله لما قعدوا ماتشات كثيره ما بيلعبوش. فده قرار سليم، وجنش بيتهيألي ان هو عارف ان هو اخطا، وهنشوف بقى بعد المباراتين ايه اللي هيحصل ان شاء الله. استاذ محمد، عايز ابلغك تحياتي، بحييك على ادارتكم برئاسه الكابتن حسين لبيب لكل الازمات اللي مر بيها نادي الزمالك في الفتره الاخيره، وحصول نادي الزمالك على بطولات وفي الالعاب المختلفه رغم الظروف الصعبه اللي انا عارفها اللي كان بيمر بيها النادي. كل التحيه ليكوا على بغض النظر عن نتيجه مسابقه الدوري او ما سيترتب عليه نهايه بطوله الدوري، لكن كل التحيه من كل زملكاوي على ادارتكم الحكيمه في الفتره الاخيره. بشكرك. انا بشكرك يا كابتن ميدو، والحمد لله لجنه متكامله ومتجانسه، كل غرض ليها لما جت انها يعني ربنا وفقنا في اداره نادي الزمالك ونجاح جميع في نجاحنا في جميع البطولات. وكل واحد في اللجنه له دور والماسك ملف، والحمد لله ربنا وفقنا، ونتمنى بقى التوفيق الاكبر، لانه في الاخر الكره هي اللي بتحكم. فنتمنى التوفيق باذن الله لنادي الزمالك في فريق الكوره في المباراه القادمه، ويتوج بالدوري ان شاء الله، ونحتفل كلنا ان شاء الله بالدوري. استاذ محمد الاتريبي، نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معايا. والحقيقه كلام مهم الاستاذ محمد الاتريبي بيقوله لي، بيقول لي ان كان في مكافئات خاصه رصدت للعيبه منذ اكثر من مباراه، ويتم صرفها فوريا بعد المباريات، وده يعني حاجه، دي حاجه كويسه جدا جدا ان انت النهارده لعيب الكره في مصر. لما وطبعا خلي بالكوا، عايز اقول لكم حاجه، لعيبه الكره دي، لعيبه الزمالك دي او في التوقيت ده، اللعيبه دي ما بتلعبش عشان فلوس خالص، بتلعب عشان خاطر اسمها، وبتلعب عشان خاطر ناديها، وبتلعب عشان خاطر الجمهور، وبتلعب عشان خاطر عارفين ان هي دي البطوله اللي يقدروا يعوضوا بيها الجمهور زي ما قلت لكم قبل كده. لكن دايما لما بيكون في حافز مادي اضافي ده بتبقى حاجه كويسه، مش عشان خاطر الفلوس، ولكن لعيب الكوره لما بيحس ان في اداره
في ظهره بتدعمه وقريبه منه وبتخلي بالها منه وبتعامله باحترام وبتقدره، اللعيب بينزل يموت نفسه في الملعب. هي دي الكوره، هي دي الكوره على فكره في كل حته في العالم. زي ما قلت لكم تاني، كوره مكتب وملعب، اداره وملعب. الاداره بتتعامل باحترام مع المدرب ومع اللعيبه، وبتحاول ان هي تدعمهم ماديا وتصرف مستحقاتهم وتفي بوعودها دون الهروب واللف والدوران وان هي تديهم مواعيد وتتخلف عن المواعيد. كل ده بيكسر الثقه ما بين اللعيب وما بين الاداره وما بين الاداره. ولما بتكلم على اداره بتكلم على النادي، بتكلم على النادي. ده فيما يخص المكافآت. كلمني عن الظروف الصعبه اللي كان بيمر بيها نادي الزمالك، وازاي ان كل واحد في اللجنه كان ليه ملف بيشتغل عليه، وقدروا ان هم يعني يخرجوا من الكثير من الازمات بنجاح في فتره صعبه جدا وفتره انتقاليه داخل نادي الزمالك. واخيرا اتكلمنا عن جنش، وان قال لي معلومه مهمه جدا ودي تهمني، لان الاخبار اللي كانت طلعت من النهارده من التدريب ان جنش تغيب عن التدريبات، ولكن قال لي ان هو قرار المدرب اللي قال، كارتيرون اللي قال جنش ما يجيش التدريب، وان هم دعموا القرار ده. يعني الموضوع مش موضوع عشان برضو جنش عمل غلط في المعسكر، كلنا عارفين ان جنش عمل غلط، لكن جنش ما تماداش في الغلط بتغيبه عن التدريبات النهارده، ودي نقطه مهمه. هو اتبلغ ان هو ما يحضرش تدريبات النهارده. ممكن يكون كارتيرون عايز ان هو يركز، خلاص هو خد قرار باستبعاده لنهايه الدوري وعايز يركز باللعيبه اللي موجوده معاه، مش عايزه يكون موجود حوالين الفريق لكن كان مهم جدا التفاصيل والمعلومات اللي قالها لنا الاستاذ محمد الاتريبي نائب رئيس اللجنه المعينه لاداره نادي الزمالك. طيب معايا السيد مرعي، وكيل طبعا مهم جدا في الكره المصريه، وهو وكيل جنش، وعايز اساله عن بعض الاسئله، واكيد هو هيقدر ان هو يفيدنا في نقاط مهمه جدا. سيد مساء الخير. مساء النور يا كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله. هاخدك من الموضوع الاخير، موضوع جنش. هل تواصل يا كابتن؟ اولا قبل ما اكمل انا بشكرك على حته ان انا مهم دي، او بشتغل انا بجتهد، وشرف ليا ان لا ده حقك حسام ميدو يقول عليا كده يعني. لا ده حقك، انتوا ناس مجتهدين وناس بتشتغل كويس، وفعلا انتوا ناس من الناس المميزه جدا من وكلاء اللاعبين في مصر. سيد قول لي اخر تطورات مشكله جنش في نادي الزمالك. بص يا كابتن، انا اسف ان انا جنش صديق شخصي قريب، لكن وكيله هو انا مش وكيله، يعني مش وكيله الرسمي بتاعه، لكن انا فالاولى انه يتكلم في الموضوع ده وكيله، لكن انا عشان قريب منه وصاحبه كده. جنش ده جون كبير وادى كتير لنادي الزمالك، وحرصه ان هو لو بيفكر في نفسه خمس دقايق مش هيعمل مشكله، او عنده مشكله او خرج عن شعور انه عايز يلعب في سبيل انه ياخد بطوله دوري عام مع نادي الزمالك. هو شارك فيها، وعواد شارك فيها، وابو جبل شارك فيها. فهو مش حميته انه يلعب هي اللي عملت كده، وتراجع بسرعه، وده جون كبير. زي ما هو بيحافظ على نادي الزمالك احنا كمان لازم نحافظ عليه. فدي النقطه الاولى للناس وللجمهور. طب انت بتقول ان ده صديق شخصي الجنش، هل اتكلمت معاه بعد الواقع؟ لا. اوكي خلاص، فير انف يعني، مش هنقدر نتكلم بتفاصيل بتفاصيل. سيد الو. ايوه كابتن. أيوة معاك، معلش. طيب كلمنا عن الكابتن علي ماهر وتجديد الكابتن علي ماهر لعقده في النادي المصري لموسم اضافي. بص يا كابتن، انا طبعا انا وميدو حزين الوكلاء بتوع الكابتن علي، وتشرفنا ان احنا نشتغل مع الكابتن علي، والكابتن علي كنا واخدينه بقالنا سنتين ونص. مشروع كبير، مدرب كبير، ومشروع مهم. كابتن علي ماهر، كابتن ميدو، انا ما شفتش يعني من الناس زي كابتن حسام حسن، زي كابتن ايهاب جلال، من الناس المدربين المصنفين في مصر دلوقتي. طبعا بيشتغل شغل يا كابتن، شغل على اعلى مستوى من التقنيه والانستيات والارقام، بيشتغل عايش مع اللعيبه 24 ساعه،
ما بيسيبش اللعيبه، فطار وغدا وعشاء، تمام؟ اجتهد ووصل بالمصري لمركز زي ده، هو اضافه للنادي المصري، والمصري اضافه ليه، المصري اسم كبير كبير جدا يا كابتن ميدو. فقدر الشغل اللي عمله الكابتن علي ماهر يبان مع نادي كبير زي نادي مصر بمجلس ادارته. هم حافظوا على الاستقرار ده بان هم يجددوا في التوقيت ده. خلي بالك احنا متفقين على كل حاجه من فتره كبيره، لكن كان في حته ان هو افريقيا لغايه ما وصل افريقيا وحقق الانجاز ده. لكن في حاجه انا احب اقولها برضو لحضرتك، ان في عروض كتير كانت بتيجي للكابتن علي، هو اختار نادي المصري بارادته، ونادي المصري اختار علي ماهر بارادته، لان برضو نادي المصري في ناس مدربين كبار تتمنى تشتغل فيه. فحصل توافق وحب، ومشروع المشروع ده لازم يكمل لاخره، اللي هي المنافسه على الكونفدراليه والمنافسه على البطوله الافريقيه يعني. طب سيد عبد الله السعيد، يعني كان في انباء يعني خرجت في الايام الاخيره انه ممكن يبقى في تفكير ان هو ممكن ينتقل لنادي اخر، وانا عارف ان عبد الله واحد من القاده في بيراميدز، وان اداره بيراميدز سعيده جدا بوجود عبد الله السعيد في بيراميدز. ايه اخر الاخبار في موضوع عبد الله؟ بص يا كابتن، انت عارف ان انا اللي عامل الموضوع بتاع عبد الله ده بتاع نادي الزمالك، انا وميدو من 3 سنين اللي قلب الدنيا دي كلها. فعبد الله من نوع اللي هو ما بيتكلمش، من نوع اللي هو بينفذ. اولا هو في نادي كبير زي ما حضرتك قلت بالظبط، في مجلس اداره كبير باداره تعاقدات، بناس محترمه بتتعامل مع عبد الله، بتديله مكانته اللي هو يستحقها. حته ان في عرض رسمي لعبد الله السعيد في اي نادي اخر مفيش لغايه دلوقتي. لغايه الوقت اللي بكلم حضرتك فيه انا بتضايق من حاجه، يعني شوف حضرتك بتسال المصدر، بتسال الانسان المسؤول عن عبد الله، تمام؟ ازاي مثلا ان واحد يطلع يقول لك عبد الله في رايح الحته الفلانيه، عبد الله رايح الحته الفلانيه، ازاي في برامج ثانيه بسمع حاجات غريبه جدا، تمام؟ لكن لما حضرتك تيجي للشخص نفسه او اللي بيتكلم بلسان عبد الله، عبد الله السعيد اسم كبير في نادي بيراميدز، اداره محترمه في نادي، هو متواجد في نادي بيراميدز لغايه دلوقتي ما فيش اي عرض رسمي لعبد الله. في طبعا اي، هو كابتن ميدو اي حد مش يتمنى عبد الله السعيد؟ صحيح. لا يعني لو قال انا، هو بس يقول انا 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 بتحرك، لكن مش مفيش التفاوض، مفيش تفكير في رحيله من بيراميدز بالاساس يعني، ولا من اللاعب. في استقرار فني وهدوء، وهم بيبنوا على عبد الله. اما لو حاجه بقى دي بقى جد جديد، اول واحد هيعرفها كابتن احمد حسام ميدو لو جد جديد، لان الكره احداثها سريعه ومتطوره جدا يا كابتن. وارد اي حاجه بعد ما بكلم حضرتك ده بيوم يومين اسبوع يحصل اي جديد، لكن لغايه الوقت اللي بكلم حضرتك فيه ده انسى اي حاجه تتقال. الكابتن احمد حسام في طبعا عروض، الناس كلها عايزه عبد الله السعيد، لكن لا هو في حاجه اتقدمت ولا اتناقشت ولا اتبحثت اصلا. طب سيد عمر كمال عبد الواحد امبارح خرج يعني مع صديقي وزميلي سيف زاهر، وقال تصريحات ان هو انضم بالفعل للزمالك رسميا. واقول لك بصراحه المعلومات اللي عندي ان مسؤول الزمالك يعني غضبانين من هذه التصريحات، لان هم ما كانوش عايزين ان التصريحات او التوقيت يخرج بالشكل ده. قول لي انا صح فين في القصه دي؟ انت صح عموما، بس في حاجه، ده لعيب عنده 26 سنه تمام، وصغير في السن، وانت لسه قايل قبل ما انا اخش المداخله مع حضرتك بسمع اداره نادي الزمالك الحاليه، حسين لبيب، حسين السيد، كابتن فاروق جعفر، الاتربي، اداره محترمه بروفيشنال بتديها كل واحد الملف بتاعه. الولد انا بس يعني هو طبعا اخطا تمام. نادي الزمالك انت قلت مركز في الدوري العام، صحيح. فانا مش مسموح لي كسيد ان انا اتكلم في التوقيت ده، ولا اقدر اتكلم في التوقيت ده عن اي حاجه تخص لغايه لما الدوري او الزمالك او يعني ربنا يوفقه ان هو ياخد الدوري العام تمام. او يعني انا طبعا عشان مش بتكلم، انا وكيل مش باسم نادي الزمالك ولا حاجه. انا على خط واحد مع الاهلي، مع الزمالك، مع كله. نادي الاهلي خد الدوري السنين اللي فاتت يستحق، والزمالك خد الدوري يستحق، يعني
يعني صحيح. كابتن برضه عشان الناس بتوزنها ان انا راجل او ان انا وكيل باسم. لا لا, لا 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 انت في كل في كل في بتتعامل مع كل الانديه، وانا عارف ان انتوا بتتعاملوا عندكم لعيبه في كل الانديه. طب سيد اخر سؤال، محمد عبد السلام وانتقاله الى الاتحاد السكندري، هل في حاجه كابتن على عمر؟ لازم عمر ده لاعب صغير، اما لازم ما انا عارف زعل، بس ما نجيش ما نضغطش على ولد صغير عمل موسمين عالميين وباصبح بيجيب جايب 15 جون او 14 جون، ان احنا نضغط عليه ان هو او نيجي عليه ان هو حاجه وقعت من لسانه او لا ما تقلقش، انا هوضح الموضوع. الموضوع ده محمد عبد السلام ومساله انتقاله للاتحاد السكندري هل تمت؟ في مفاوضات يا كابتن، وفي ان شاء الله الحاج محمد مصالح، انت عارف راجل رئيس نادي محترم. صحيح. وراجل جميل وراجل بيحب يشتغل في هدوء وبالراحه. في مفاوضات بيتعامل مع اداره، مع حسين بيه لبيب دايركت، ومع اداره نادي الزمالك دايركت، زي برضو ما اداره المصري بتتعامل مع نادي الزمالك دايركت. في مفاوضات وفي قرب الانتقال محمد عبد السلام للاتحاد. سيد مرعي وكيل اللاعبين، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معايا، وقال لنا كلام مهم، قال لنا ان هو يعني عبد الله السعيد مفيش اي كلام ما بين الزمالك وبيراميدز، عبد الله السعيد سعيد في بيراميدز واداره بيراميدز سعيده بيه، وده كلام انا عارفه لانه راجل كابتن الفريق ولعيب كبير ولعيب محترم، وجوه الملعب ليه دور كبير جدا مع بيراميدز، وده بالارقام والاحصائيات، وبره الملعب كاحد القاده الكبار والقائد الرئيسي للفريق، اكد لنا ان فعلا في مفاوضات متقدمه ما بين الزمالك والاتحاد بشان انتقال محمد عبد السلام مدافع الزمالك طبعا ومدافع منتخبنا الاولمبي الى الاتحاد السكندري، وخلاص المفاوضات وصلت الى الرتوش الاخيره. عمر كمال عبد الواحد، يعني انا قلت لكم القصه ايه، وهو اكد لي الكلام اللي انا قلتها لكم دي، لان ده كلام انا معلومات عارفها، ان مسؤولي الزمالك زعلانين جدا جدا ان عمر كمال عبد الواحد خرج للاعلام امبارح مع صديقي سيف زاهر وقال تصريحات واعلن ان هو انضم الى الزمالك رسميا. وبالنسبه لنادي الزمالك دي او بالنسبه للاداره دي اللي شغاله، ده ما فيهوش احترافيه، لان النادي هو اللي بيعلن دايما، النادي هو اللي بيعلن عبر منصاته الاعلاميه الرسميه وعبر الموقع الرسمي وعبر، ولازم تبقى متصور بفانيله النادي مع رئيس النادي ومع او ايا كان مع المدير الرياضي او ايا كان مين، دي الطريقه. لكن برضو مسؤولي الزمالك عارفين كويس قوي ان اللعيب خبراته قليله في التعامل مع الاعلام، خبراته قليله في التعامل مع الاعلام، وان هو فرحان بانضمامه للزمالك. يعني برضو انا بقول لكم مسؤولي الزمالك بيقولوا ايه، زعلانين بس متفاهمين، زعلانين لكن متفاهمين ان اللعيب، طبعا اداره الزمالك كل اللي يهمها دلوقتي بطوله الدوري، مش عايزين دوشه، مش عايزين حد يطلع يقول لك مين جه وبتاع، مش دي الطريقه اللي الزمالك شغال بيها. الزمالك دلوقتي ماشي بسيستم معين ونظام معين، ان النادي زي ما حضراتكم شفتوا كل الناس اللي جت في الالعاب الثانيه، اللعيبه اللي الزمالك تعاقد معاها في الالعاب المختلفه الثانيه، الزمالك هو اللي بيعلن عن طريق المنصات الرسميه بتاعت النادي، المنصات الاعلاميه الرسميه بتاعت النادي. ولكن في تفاهم ان الولد فرحان ان هو راح الزمالك، وان هو ما عندوش خبرات في التعامل مع الاعلام، فالموضوع خلص مفيش مشكله، مفيش مشكلة. أخيرا سيد مرعي قال أنا مش وكيل جنش، لكن أنا عارف يعني إن هو كان عمل معاه قبل كده حاجات وديلز، ولكن واحد من الشخصيات القريبة جدا ويعتبر يعني وكيل جنش، وهو يأكد لنا الكلام ده من لأ هو حازم الحديدي، صديقي حازم الحديدي، الحقيقة هو واحد يعني حبيب الكل في مجال كرة القدم في مصر. حازم مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. عامل إيه؟ والله تمام، انت عامل ايه يا فندم؟ اقدر ان انا احط على الشاشه دلوقتي ان انت وكيل جنش؟
شوف يا كابتن، انا طبعا عشان ما بحبش اتعدى حاجات معينه كده ليها نظام، اذا كان وكيل جنش في الكوره احمد يحيى فانا اللي بتكلم عن جنش، اي تصريحات اعلاميه او خاصه بالسوشيال ميديا او اي تفاصيل الفتره اللي فاتت انا اللي مسؤول عنها. صحيح، يعني احمد يحيى هو وكيله فيما يخص عقود كره القدم، العقود الاحترافيه، وانت وكيله او متحدث اعلامي ووكيله في ناحيه السوشيال ميديا والاعلانات والكلام ده. يعني انت دلوقتي انا بتكلم مع الراجل الصحفي فيما يخص برنامجي. حازم، ايه القصه؟ انا هقول لك دلوقتي. انا لسه كان في مداخله معايا الاستاذ، وعلى فكره انا ما كنتش هتكلم في القصه بتاعت جنش خالص الا ان هي خلاص يعني خرجت للاعلام بشكل يعني كبير. يعني دلوقتي الاستاذ محمد الاتريبي قال لي انا كنت فاكر ان النهارده الجنش او الاخبار اللي طلعت ان هو تغيب عن التدريبات، لكن الاستاذ محمد الاتريبي اكد لي ان لا، غيابه عن التدريب النهارده كان قرار من كارتيرون المدير الفني للزمالك وبدعم من مجلس الاداره. قول لي. طيب بص يا كابتن، اولا طبعا انا هتكلم على موضوع جنش بالتفصيل. انا عارف ان ممكن ما يكونش ده وقت علشان فريق الزمالك مركز، طبعا عنده بطوله هو بيسعى ليها بقاله فتره، وان شاء الله باذن الله يتحقق له الماتش ده اللي هو بعد بكره. موضوع جنش كالاتي، ما زال السوشيال ميديا بيحط لعيبه كره القدم في مصر او اي حاجه ليها علاقه بكره القدم في موقف لا يحسد عليه. اولا جماهير الزمالك المحترمه تماما اللي انا بكن لها كل حب واحترام، اتعاملت مع موضوع جنش الفتره اللي فاتت بعصبيه جدا، ولكن انا بقى موجود النهارده عشان اوضح ايه اللي حصل بالظبط. اوكي. اولا جنش الماتش اللي فات كان موجود في الاوضه الساعه 4:30 5، وحصل مشكله ان الراجل مش هيكون موجود. طبعا مع احترامي لكل الاجوان اللي موجودين في نادي الزمالك من ابو جبل، عواد، نادر الصغير، اي حد موجود، دي وجهه نظر مدير فني ليه الحق ان هو يتكلم في اي حاجه محدش يقدر يتكلم معاه. تمام. الراجل اتقال له ان انت مش هتبقى موجود النهارده، فلو عايز تمشي امشي. قال له كده بالظبط. وكان موجود كباتن الفرقه كابتن عبد الشافي وكابتن شيكابالا، ودخل معاهم زيزو، واتقابلوا هم الثلاثه ووقفوا هدوا جنش وقالوا جنش خلاص تمام اهدى ومش لازم يبقى فيه مشكله، والراجل قال خلاص تمام انا ما عنديش مشكله انا هقعد. بعد 10 دقائق اتعمل تليفون في الاوضه، لا يا جنش لو عايز تمشي امشي. فالراجل استغرب، يعني ما يعني حد بيقول له عايز تمشي امشي. فالراجل قال طب يا جماعه انا دلوقتي عايز محتاج عربيه ليموزين او محتاج اوبر يوصلني مصر. قالوا له طب اوكي كلموا الريسبشن، لا والله في عربيه، لا ما فيش عربيه، جنش كلم واحد صاحبه عشان خاطر يجي ياخده من هناك. الجماهير فهمت ان جنش ساب المعسكر ومشي. بصرف النظر يا كابتن ميدو ايه اللي حصل، ده لعيب انا اعتقد من وجهه نظر الشخصيه ان جنش شاري الزمالك، واعتقد يا كابتن ان انت في يوم من الايام مرنت نادي الزمالك وجنش كان بيبقى بره السكور خالص، وكان عمره ما في اي مشكله كان بيتعامل بيها معاك. ده اللي انا اعرفه. عمره ما جنش فتره كبيره جدا كان بيقعد احتياطي بال 15 وال 20 ماتش، طول عمره ملتزم وطول عمره روحه طيبه وطول عمره مساند لاي حارس بيشارك. ودي شهادة، يعني أنا أشهدها كراجل لعبت معاه على فكرة زميلته، و وطبعا دربته في وقت من الأوقات جوه نادي الزمالك. ولكن ممكن يكون على فكرة حازم ده السبب الرئيسي اللي جمهور الزمالك زعلان منه. يعني ساعات وأنت بتحب حد قوي بيبقى زعلك منه كبير، خاصة إن أنت عارف إن التوقيت يعني توقيت صعب، توقيت صعب جدا ان يحصل اي مشكله. لكن انت بتاكد لي دلوقتي ان هو اللي طلب منه ان هو يمشي. الطلب منه ان هو يمشي يا كابتن من المعسكر، الراجل خد بعضه ومشي. وانا اتكلمت مع جنش امبارح، يعني كان في مكالمه بيني وبينه امبارح. انا متعود ان انا عموما بصحى بدري، ومن الناس اللي بتصحى بدري جدا سواء عنده ماتش او نايم متاخر او كده جنش. فاتكلمت معاه ايه اللي حصل، لقيت الراجل برضه صوته حزين وزعلان ومش عايز ان كان يبقى ردود افعال. قال لي حازم الموضوع كذا 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 كذا. طلع العمى جنش ده مش وقته،
انت عندك تمرين النهارده، قال النهارده اجازه. قلت له طب يا جنش انا يعني خلينا بس نشوف الدنيا في ايه. وانا كنت ناوي ان انا اتكلم في اي حته ونوصل للراجل واحاول ان انا اصلح العلاقه ما بينه وما بين الراجل. عادي تنشنه بتحصل في اي مدير فني، ممكن يزعل من لعيب، وده وارد جدا، والتوقيت يعني ما كانش مناسب ان يبقى فيه مشكله. وكنت هتعامل على هذا الاساس. فوجئت النهارده ان انا بعد التمرين انا اتكلمت مع جنش، ايه الاخبار وعامل ايه، بتكلم ايه الاخبار. لا انا ما رحتش التمرين. ليه ما رحتش التمرين؟ هل انت خدت قرار ان انت ما تروحش التمرين؟ قال لي لا انا كنت نازل رايح التمرين، اتعمل لي تليفون ما تجيش النهارده. طب يا جماعه ما جيش ليه؟ لا ما جيش النهارده. وخلي بالك يا كابتن ميدو، انا اتكلمت في الموضوع ده دلوقتي لان الموضوع اتعرف. صحيح يعني صحيح. الناس بتتكلم في الموضوع واحد واثنين وثلاثه واربعه، والسوشيال ميديا ابتدت تتكلم الموضوع، فالموضوع اتعرف. غير ان الموضوع لو ما كانش اتعرف كانش حد هيتكلم بالظبط. كان لا انت كنت هتتكلم ولا انا كنت هتكلم، والتوقيت ما كانش هيبقى مناسب بالنسبه لنا. لكن انا باكد دلوقتي ان جنش ما تغيبش عن التدريبات، ما تغيبش بالظبط. الراجل بيقول انا لو غلطت اتحاسب، انا كان المفروض حد يكلمني او انا احاول ان انا اتواصل مع حد، وبعدين حد بيقول لي ما تجيش التمرين. طب انا كنت عارف ازاي؟ سمعت التليفون اتكلم مع حد من الموجودين من اعضاء مجلس الاداره عشان اشوف ايه الطلبات اللي مطلوبه مني. لو انا غلطت انا كنت اعتذر، لو انا مش غلطان يبقى انا ليا حق. لكن هو لم يتطرق لاي حاجه. وفي اخر مكالمته معايا قال لي حازم انا لا يمكن هطلع اتكلم عن لساني ولا هتكلم في اي حاجه. لو انت عايز تتكلم اطلع انت اتكلم، انت اللي مسؤول عن الحاجات بتاعت السوشيال ميديا اللي بتخص جنش تماما، اطلع اتكلم ووضح الامور. لكن الراجل بيحترم جدا جماهير الزمالك، واول واحد هيهني الزمالك، واول واحد نفسه يكون موجود مع الفرقه، وما عندوش اي مشكله. يعني زي اللي احنا شفناها كابتن ميدو اليومين اللي فاتوا، انا شفت التويت وشفت حضرتك لما نزلت التويته بتقول فيها، شفت الناس دخلت تتكلم ازاي، وشفت العواقب كانت ايه. ضغط ضغط ضغط، ومفيش حد كان عارف الموضوع ايه. وطبعا انا عشان كلامي يكون واضح وصريح، انا ما بجيبش اللوم على حد معين بعينه عشان الجماهير ما تقولش حازم الحديدي طلع اتكلم في توقيت، او جنش بيثير غضب الجماهير، او جنش ده مش توقيته. جنش اللي حكاه بالظبط اتحكى. واعتقد ان حضرتك عندك معلومه بتقول ان الراجل اتعمل له تليفون واول وقال له ما تجيش. هل المعلومه دي طالعه نابعه حد واخد قرارها من مجلس الاداره؟ لا انا بقول لك استاذ محمد الاتريبي نائب رئيس النادي دلوقتي قال لي ده كان قرار المدير الفني في ان هو وانا هقول لك ليه يا حازم. ساعات المدير الفني لما يكون فيه وقعه حصلت وحاجه حصلت يقول لك ان انا أأجل حلها إلى ما بعد انتهائي من المهمة الأساسية بتاعتي. إيه المهمة الأساسية بتاعتي؟ إن أنا أكسب الماتش اللي جاي، بعد ما أكسب الماتش اللي جاي وآخد الدوري أقعد مع اللعيب. مش عايز أقعد معاه، مش هقعد معاه دلوقتي، هو كده كده دلوقتي الماتش اللي جاي بره حساباتي. وفي مدربين مدرستهم، أنت عارف التدريب يعني مدرسة وفلسفة، يقول لك إن أنا النهارده طالما إن في لعيب ممكن يتسبب لي في أي يعني إزعاج للمناخ اللي انا خلقه للفرقه، لا احسن ان هو يبقى بعيد لغايه لما اخلص مهمتي الاساسيه. وانا اعتقد ان ده اللي بيفكر فيه كارتيرون، لان انا متاكد ان كارتيرون عارف ان جنش ملتزم وراجل شخصيه محترفه ولعيب محترف، وفي مواقف قبل كده كتير كان بيجلس على مقاعد البدلاء دون يعني من غير ما يعني يتضايق ولا اي حاجه، وبينزل يسخن مع الجول كيبر زميله، وروحه طيبه جدا، وجمهور الزمالك كل الناس اللي شغاله في نادي الزمالك عارفين الكلام ده. لكن هو ممكن يكون كارتيرون يعني عايز ياجل الحل لما بعد المباراه، وانا بقول لك ان ممكن يكون ده فكره. انا نصيحتي لجنش لو هو دلوقتي بيتفرج عليا، انا حاولت طبعا اتصل بيه لكن انا عارف ان هو يعني في حاله يعني ممكن زعلان من نفسه، يعني متاكد ان جنش زعلان من نفسه ان الموقف ده حصل، او زعلان ان الموقف ده حصل، فهو تليفونه كان مقفول. لان انا كنت عايز اقول له النصيحه دي، انا اللي اقولها له. نصيحتي ليه ان هو دلوقتي يلتزم الصمت تماما تماما الى ما بعد المباراه، وان شاء الله يحضر، لازم يحضر المباراه قادما في الملعب. يعني لازم، لا وانت لازم تقول له الكلام ده يا حازم، ان مهما كانت الظروف لازم يحضر المباراه القادمه في الملعب في المدرج، موجود في المدرج لازم. ودي نصيحتي ليه.
لا طبعا يا كابتن ميدو، جنش هيكون موجود مع الفرقه، وجنش بيقدر جدا وبيحترم الفرقه وبيحترم اي قرارات اتخذت. بس انا كنت يعني مهمتي ان انا كنت لازم اطلع اوضح اقول لو حد ساب المعسكر رغبه من نفسه كان اولى انه ما يروحش التمرين برضه رغبه من نفسه. فالراجل ما راحش التمرين بناء على تعليمات اتخذها، وانا بقول اهو وبقول يا جماعه الفتره دي فتره ضغط على اللعيب، فهو طبعا لازم يتوخى الحذر. صح. ولازم كل الكلام يا كابتن ميدو اللي احنا فيه ده نتيجه لسوشيال ميديا، طلع قال جنش يتغيب عن التمرين، ما ان جنش اتقال. وده دورنا، وده دورنا احنا، عملنا الكلام ده مخصوص عشان نوضح ان ده قرار المدير الفني وان اللاعب لم يتغيب عن التدريب. ارجوك يا حازم، ارجوك بلغ جنش مفيش اي بوست ولا انستجرام ولا حد يتعامل بعاطفه باي حاجه الى ما بعد نهايه المباراه، دي اهم حاجه، ويتواجد في المباراه. البوست الوحيد اللي هينزله جنش الفتره الجايه ان لو ربنا كرم الفريق بتاعه هيهنئه ببطوله الدوري. حازم الحديدي وكيل اللاعبين، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معايا. واحد الحقيقه من المدربين اللي عملوا موسم هايل هايل، وتعرض يمكن لبعض من الضغوط في وسط الموسم وخسارة بعض اللاعبين المهمين، لكن قدر زي ما أنا دايما بشيد بيه بكل اقتدار أنه يصل بفريقه إلى مركز متقدم في جدول الدوري. الكابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة. كابتن أحمد مساء الخير. ازيك يا كابتن ميدو، عامل ايه؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ اول حشني. مرة اخش معاك. اول مرة مستنيك من بدري. عامل ايه؟ اول حاجة عايز اهنيك على المستوى المتميز اللي انت مقدمه مع سموحة، وانا عارف ان انت اضطريت ان انت بسبب خسارة بعض اللاعبين ان انت تغير من اسلوب لعبك بعض الشيء، لكن عايز اهنيك على الموسم الرائع مع نادي سموحة. الحمد لله، يعني توفيق ربنا، يعني كلنا تعبنا بشكل كبير جدا موسم طويل، وفي نفس الوقت احنا دلوقتي في المركز الثالث، بس احنا ممكن نخسر المركز الثالث ده، عندنا لسه 6 بونت، ماتش اسوان وماتش المقصه، فاحنا يعني كلنا امل، كلنا توتال يعني لعيبه وجهاز واداره، ان احنا يعني نقدر نكسب الماتشين دول، يعني بتبقى حاجه كويسه بالنسبه لنا ان انت تبقى ثالث بعد الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، تبقى حاجه كويسه جدا. طب كابتن احمد، دلوقتي لو سموحه انهى الموسم في المركز الثالث واوريدي خلاص اتبعتت الانديه المشاركه في بطوله الكونفدراليه، وهو طبعا النادي المصري ونادي بيراميدز، هل ده بيسبب لكم غضب داخل نادي سموحه؟ يعني انا مهندس فرج عامر كان في مداخله معايا النهارده في الاذاعه وقال لي ان احنا اتقدمنا اوريدي بتظلم وبشكوى للاتحاد المصري، وان الاتحاد المصري لو ما ردش علينا هنرفع الشكوى بتاعتنا الى المحكمه الرياضيه. بص، هو طبعا باشمهندس فرج هو رئيس النادي ومن حقه يدافع عن النادي والفرقه بشكل كبير، خصوصا لو تعرضت يعني حاله زي دي. لكن انت ما تسالني على احساسي انا كنفسي، انا ما اقدرش اتكلم لان دي قرارات اتحاد الكوره وده اللي حصل، بس احساسي يعني من جوه ان انا طبعا مظلوم جدا، يعني انا احساسي ان انا اتظلمت جدا، لان انت مش كل موسم تقدر بعد التعب ده كله ان انت تقدر تفنش في حته كويسه او في مربع او ثالث، دي حاجه بتبقى صعبه جدا، وانت كمدرب عارف ان عارف طبعا طبعا مشكله كبيره، خصوصا ان الدوري طويل جدا، طبعا بتتعامل مع نفسات اللعيبه في مراحل كتيره جدا من الدوري، وتقدر في مراحل بتبقى اللعيبه فيها دروب بتقدر تقومها، مراحل فيها انتصارات تقدر تخليهم يحافظوا على الانتصارات اللي بيحققوها، فالموضوع صعب جدا. فانت لما توصل، ربنا يكتبها لك، يعني ان انت توصل في الاخر انت تفنش في الحته دي، فتقدر بتحس ان انت ما عملتش حاجه، دي حاجه بقى صعبه جدا، يعني حاجه صعبه جدا، يعني حاجه قهر، يعني ان انت المفروض طبيعي التتويج لمجهودك ده كله، مجهود اللعيبه، ان انت السنه اللي جايه تشارك في 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 البطولات الافريقيه. اكلمك من الناحيه الثانيه برضه يا كابتن ميدو، ان 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 برضه انت كنادي بتقدر توفر فلوس للعيبه، بتقدر تشتغل، خصوصا ان احنا كمان ما بنشتريش لعيبه بشكل كبير قوي زي بعض الفرق الكتير، لا عندنا سقف معين. فانت توصل لمرحله زي دي بعد الـ بعد الـ بعد المصاريف دي وبعد الضغط ده وبعد كل ده، فانت عايز بطوله تقدر تعوض فيها
لان البطولات دي بتبقى بفلوس، فتقدر تاخد منها حاجه تغطي النفقات بتاعتك. فبرضه وبعدين بطوله مختلفه عن الدوري، يعني طموح جديد يعني. فيعني كل الحاجات دي انت يعني بتصدرها اللعيبه عشان تديهم بعض الدوافع. لكن بعض طبعا بعد ماتش انبي كان حصل مشكله كبيره جدا عند اللعيبه، وكنت كان كل مشكلتي ان اللعيبه يبقى عندها دافع كبير جدا ان هي برضه تبقى مصممه ان هي تفنش في مركز كويس عشان تقول لكل الناس ان هي تستحق تروح في في البطوله دي او المنطقه دي. صحيح، انا شايف واحده من اهم الحاجات اللي انت عملتها هو موضوع تجديد الدوافع، خاصه بعد يعني تاكدكم بعدم مشاركتكم الافريقيه في الموسم الجديد. كابتن احمد، انا عارف مدى صعوبه بلغه الكوره كده ان انت تطلع لعيب من الثلاجه، وانا يعني مريت. انا بحب اتكلم معاك عشان انت بتفهم كويس. الله يخليك، ربنا يخليك يا كابتن احمد. يعني وانا مريت بالظروف دي قبل كده، انا جالي في الاسماعيلي قبل كده شيكابالا ومروان محسن، كانوا هما الاثنين بقالهم اكتر من يمكن من سنه ما بيلعبوش ولا مباراه، عملوا موسم كبير معاك. وعارف ان هما ان ازاي ان ده بيحتاج تعامل نفسي كبير وتعامل تجهيز بطريقه مختلفه. ازاي طلعت مصطفى فتحي من الثلاجه؟ بص، هو مصطفى طبعا يعني ما كانش طبعا بيلعب في الزمالك خالص، وطبعا مصطفى انا من طول عمري كمدرب يعني معجب بقدراته، لان قدراته مش موجوده في مصر. يعني لاعب او اتنين يعني يعتبر شبهه، لكن بس يعني مصطفى انا كنت مقتنع بيه جدا يعني. فالمهم يعني قدرت اوصل له اكلمه في التليفون، فانا اطمنت عليه الاول ان هو كويس، وقدرت اوصل له عن طريق وكيله وكلمته في التليفون، وكان معروض عليه مبلغ اكتر من اللي عندنا، فكلمته في التليفون ومن خلال علاقتي معاه قدر ان هو يجي، والحمد لله قدرت بقى ان بمساعده مصطفى نفسه، لان مصطفى عنده اصلا الخامه جامده جدا وقدرات فرديه جامده جدا، ان انا عيد توظيفه في بعض المراكز وبعض المساحات اللي هو ما اشتغلش فيها قبل كده. وكنت لازم عندي برضه تحدي ان انا اقنعه، لان في لعيب بقاله مثلا طول عمره بيلعب في مساحه معينه، وانت اكتر واحد فاهم الكلام ده، انت مدرب كبير وعارف ان مساحه معينه وهو متعود عليها، لا ازاي ان انا اوظفه في مساحات مختلفه هو مش متعود عليها. وطبعا نتيجه قدراته وذكائه قدر يستفيد بشكل كبير جدا ويخش الفرقه بشكل كبير جدا بسرعه. زائد بقى بلس ان هو كمان من النواحي البدنيه والنواحي حته الاندماج مع الفرقه بيكمل التمرين بشكل كبير جدا، بيتمرن جامد جدا. بيقول طول اغلبيه الماتشات او كل الماتشات بيلعب 95 دقيقه. فكل الكلام ده طبعا منعكس على اللي انت شايفه دلوقتي. أنا مصطفى 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 لا مصطفى ده يعني كان مظلوم ان هو بقاله فتره كتير بعيد. بس هو بقى الخوف يا كابتن ميدو ان هو لازم لما يرجع نادي الزمالك يلعب بالشكل ده. يعني يلعب بالشكل ده، ما يبقاش في كلام ان هو يتعاد لنقطه الصفر من اول وجديد. والله انا لسه كنت بقول الكلام ده كابتن احمد النهارده، وانا عايز اكد على حاجه. انا هقول لك يعني اللي انا شايفه، يعني انت قدرت ان انت تدخل مصطفى فتحي في عمق الملعب اكتر، وده ساعده ان هو يبقى قريب من الجون بشكل اكبر. وملاحظ حاجتين على مصطفى معاك اتطوروا بشكل كبير. اول حاجه ان مصطفى على طول كان بيطلب الكره في رجله، دلوقتي بيطلب الكره في ظهر الديفنس، ودي جديده على مصطفى ان هو بيجري في ظهر الديفنس وبيستلم الكره في مساحه، وان هو دلوقتي بيدافع بشكل افضل. لا انت خلي بالك، انت اوروبي كده، انت كده كده اوروبي يعني، انت كده كده اوروبي. لا ما انا شايفك أوروبي. انا شايف كل اللي انت بتعمله. الحاجات التكنيكال دي ما مش اي حد يفهمها. لا انا شايفها بوضوح. لان انا عارف اسلوب لعب مصطفى كويس، ان هو على طول واقف جنب الخط بيستلم الكره في رجله، يخش واحد على واحد ويخش جوه، مميز جدا طبعا في الحته دي ان هو يعمل كروس او يعملها في البعيده. وكان في وقت من الاوقات تقدر ان انت توقفه لو باك ليفت كويس بيقفل عليه من جوه على شماله وبيزقه على يمينه وبيشتغل معاه بشكل معين في دبل اب. انما انت طورته بشكل كبير جدا في ان هو دلوقتي ايقافه اصبح اصعب بكتير. فايه نصيحتك؟ يعني طبعا كارتيرون مدرب كبير وراجل ليه اسلوب لعب وكل حاجه، ازاي يتعامل مع مصطفى عشان يفضل مصطفى او لما يرجع الزمالك
يبقى بنفس المستوى ويؤدي بنفس المستوى اللي هو ادى بيه مع احمد سامي في سموحه. بص يا كابتن ميدو دلوقتي عندك حاجتين. اللي بيتقال ان مصطفى ما بيرجعش يدافع دي مقوله مش صح. مصطفى بعض الماتشات كنت بديله ان هو يرجع يدافع، كان بيرجع يدافع لكن ما بيرجعش يدافع زي المدافع. صحيح. لكن لما يكون واحد عندك قدرات فرديه زي دي لازم تشتغل بنواحي تكتيكيه بشكل معين، ان انت في بعض المواقف تغطي المساحات اللي هو اللي هي المفروض يرجع يدافع فيها. ما خلوش يدافع في 60 يارده، ما هو مش معقول ان انت تخلي كل اللعيبه ترجع تدافع وتقول اصل انا اصل الفرقه لازم نتيجه ضغوط الاهلي والزمالك ان نخلي كل الفرقه تنزل تحت الكوره. الكلام ده طبعا انا مش مقتنع بيه ومش مصدقه. لكن مصطفى لازم المساحات اللي بيشتغل فيها دلوقتي يشتغل فيها في نادي الزمالك. اوكي، في عمق الملعب اكتر، بيخش جوه الملعب اكتر. يعني انت رايك ان هو ممكن بالحركه انت رايك ان هو ممكن يتوظف في مركز نمره 10 في نادي الزمالك؟ طبعا مليون في المية. مليون في المية. وخلي بالك انا في بعض الماتشات كنت بلعبه راس حربة تاني. يعني عنده المرونة التكتيكية اللي تقدر تساعدك كمدرب ان ينفذك اللي انت عايزه، سواء من خلال التمرين على طول بتبقى انت خلاص اقتنعت ان هو هيلعبها، ان هو بيأديها بشكل كويس من ناحية تكتيك، او وده بينعكس اداك ثقة ان هو وانت الثقة دي بتصدرها للاعب ان هو هيلعبها وهيجيد فيها وهيكسر الدنيا فيها. وخلي بالك كابتن ميدو برضه طبعا اشتغلت انت في اوروبا كتير جدا واتمرنت مع اقوى فرق واحسن مدربين، طبعا بره التكتيك هو نمره واحد. صحيح. صح؟ طبعا. هنا برضه اللعيبه بتطلع لك من تحت او من بعض الفرق، هو التكتيك مش نمره واحد، هو قدراته هي نمره واحد. فانت ازاي تخلي اللعيب ده يصدق ان التكتيك هو نمره واحد؟ يعني ايه التكتيك؟ الشكل الجماعي بتاع الفرقه يبقى هو نمره واحد. بس فانا بحاول يعني كنت الفتره اللي فاتت كلها بحاول اصدر لهم القصه دي ان هي دي نمره واحد، بعد كده اي حاجه تاني بتيجي بعديها. طيب. فيعني القصه دي هي اللي دي ساعدتنا بشكل كبير جدا ان احنا نبان بالصوره دي، زائد بقى طبعا لعيبه يعني مش عايز اقول على كل اللعيبه، لكل اللعيبه حمدي، اسلام جمال، وادي، كابو، رجب، يعني كل اللعيبه عزه، كل اللعيبه عبد القادر، عبد القادر ده لعيب كبير برضه. احمد عبد القادر لعيب كبير جدا، وخلي بالك هو وصلوا لمرحله هو ومصطفى الانسجام بشكل كبير جدا، وحته المساحات المختلفه بتاعتهم بيجروا فيها، فدي مصدره دايما مشاكل لبعض الفرق كتير يعني. طب كابتن احمد، بنسبه كبيره انت هتخسر مصطفى فتحي واحمد عبد القادر بسبب ان هم موجودين اعاره من الاهلي والزمالك او من الزمالك والاهلي. هل دلوقتي بعد ما انت، وانا عارف كويس تاني ان ازاي المدرب يتعب مع لعيب بعد كده يخسره ما يلاقيهوش، هل ده هيخليك تغير من فكرك الموسم الجديد مع سموحه بالاتفاق طبعا مع الاداره ان اللعيبه اللي تجيلك تحاول ان انت تكون النادي بيمتلكها؟ بص يا كابتن ميدو، كان السنة اللي فاتت أنا جيت آخر 14 ماتش أو 15 ماتش. كان في موجود ناصر ماهر، وكان في موجود صلاح محسن، وكان في أبو الفتوح. الحمد لله في ال 15 ماتش ده الحمد لله قدرنا نوصل بالفرقة، وهم لعيبة كبيرة جدا، فرقة كويسة، قدرنا نوصل إن إحنا نخلص الدوري في مركز خامس. تمام. واللعيبة دي يعني الحمد لله كسرت الدنيا، ومنهم أبو الفتوح راح منتخب مصر وكده يعني. فيعني كان عندي برضو معضلة ازاي اعيد تشكيل الهجومي لفرق والشكل الهجومي من نواحي التكتيك، يعني ازاي اعيد التمركزات بتاعت اللعيبة بشكل كبير، خصوصا ان فقدت ناس كتير جدا. فكان عندي تحدي وكان الوقت ضيق، فقدرت ابتدي ايه، ابتديت الموسم بلعيبة وابتديت ادعمها في شهر واحد بمصطفى فتحي يعني لاعبين او كده، فقدرت اكون الشكل الهجومي. جه برضو حسام حسن جاله العرض فمشي، فعايز اعيد برضو الشكل برضو من اول وجديد، فقدرنا نوظف ناس مش في مراكزها عشان نحاول نداري برضو غياب حسام حسن. فانت عندك التحدي ده هو السنه الجايه، بس مع اختلاف بقى انت هتقدر تجيب عناصر ازاي وهتبني عليها ازاي بقى طريقه لعبك الموسم الجديد. بس انت تخيل بقى كابتن ميدو ان انت عندك اللعيبه دي من السنه اللي فاتت بقى، انت متخيل انا يعني حته بقى حلم انا وانت
باحلامه يعني. ازاي بقى عندك كان عندك بقى ناصر ماهر وصلاح محسن وابو الفتوح بالاضافه للعيبه الكبيره وحسام حسن واللعيبه الكبيره اللي موجوده ومحمد عبد المنعم الاعاره من النادي الاهلي برضه سيرت باك قوي جدا. ازاي بقى كان دول موجودين بالاضافه للمجموعه دي موجوده السنه دي كنت هتعمل ايه السنه الجايه؟ طب انا ممكن اقول لك يعني ردي على الموضوع ده ان زمن الاعاره with no option to buy انتهى من العالم كله. يعني النهارده كل الانديه كابتن احمد النهارده لما بتستعير لعيب وهي جايباه بقى له فتره ما بيلعبش وبتاع بتحط في العقد اوبشن تو باي ان انا الزام ان انا اللعيب ده انا هجيبه لكم افوقه لكم احطه في الفاترينه بتاعتي صح؟ وانا هستفيد منه. انا لا اديني النهارده اوبشن ان انا الراجل ده انا افوقه وانا لو فاق هشتريه ب 8 مليون جنيه. انت فاهم دي قصدي ايه ولا لا؟ ما انت عندك مشكله برضو. ايه انت بتتكلم كلام 100% صح. بس انت عندك مشكله برضو، انت عندك سقف برضو. انت عقودات احنا النادي الناس فاكره نادي سموحه ده بيشتري لعيب ب 7 مليون و8 مليون ويدي عقود 6 مليون و5 مليون، الكلام ده مش موجود خالص. لا انا بتكلم انا بتكلم في الشراء. في الشراء يعني اوبشن تو باي ان انا النهارده هستعير اللعيب ده منكم مثلا بمليون جنيه ولو تألق معايا واشتغل وكل حاجه لو عوزت اشتريه من دلوقتي انا بحط الرقم. ما هو ساعات النادي الزمالك ما وافقش. بس حاولتوا يعني ولا لا؟ حاولنا يعني عملنا الموضوع ده مع عبد الكبير الوادي بس. يعني عبد الكبير الوادي احنا السنه الجايه اوبشن تو باي برضه. ما هو ده اللي انا بقوله. هو ده الوحيد، لكن بقيه النادي الاهلي مش طبعا ما يوافقش. اللعيبه اللي موجوده طبعا نادي الزمالك ما مش هيوافق لانه برضه النوادي الكبيره دي بتخاف ان اللعيب يتألق وهم يتلام عليهم ازاي يمشوه. او تشتريه وتبيعه للنادي المنافس. بالظبط عليك نور. ايوه بالظبط عليك. يعني فيها برضو صح يعني هي صعبه شويه يعني انا بحلم معاك بحلم انت قلت لي احلم فبحلم. كابتن احمد سامي المدير الفني القدير لنادي سموحه بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معايا وبتمنى لك التوفيق فيما تبقى من الموسم وفي الموسم القادم مع اداره سموحه ان شاء الله. يعني طبعا انا اسف. يعني طبعا حازم الحديدي وصل لجنش واتكلم مع جنش وجنش اكد له ان هو هيبقى اول واحد موجود في الاستاد في استاد الدفاع الجوي يوم الثلاث مع الفريق، وهو ده الكلام الصح عشان القصه دي تتقفل بشكلها بحلاوتها بقى بوحشتها لازم تتقفل بالشكل الصح. هنطلع فاصل وهنشوف النهارده في الفاصل قبل الفاصل هنشوف تقارير عن البريمير ليج والماتشات الكبيره اللي اتلعبت النهارده في اوروبا. النهارده تشيلسي يعني فاز على ارسنال و 2-0 وماتشات وتوتنهام فاز على وولفرهامبتون طبعا في مباراه مهمه جدا في الدوري الايطالي. روما بيفوز على فيورنتينا 3-1، نابولي بيفوز على فينيسيا 2-0، بولونيا بيفوز 3-2 على سالرنيتانا، واودينيزي بيتعادل مع اليوفي في اول مباراه لاليجري 2-2، بايرن ميونخ بيفوز بصعوبه على كولن 3-2، وهوفنهايم يتعادل مع يونيور برلين 2-2. تعالوا نشوف تقرير عن ماتشات اوروبا النهارده. يوم تاني مثير في الجولة التانية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز شهد مواصلة انطلاق قطار تشيلسي اللي تحول لفريق مرعب تحت قيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل، وهزم أرسنال بسهولة بنتيجة 2-2 في نتيجة كانت قابلة جدا للزيادة. وبعد بدايته القوية باكتساحه ليدز يونايتد بخماسية في الجولة الأولى، واصل مانشستر يونايتد فصوله البايخة تحت قيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سوليتشاير، وتعادل مع ساوثهامبتون بهدف لكل فريق علشان تحاوط الشكوك من جديد مشروع الشياطين الحمر ومدى قدرتهم على امتلاك نفس طويل يأهلهم للمنافسة بجدية على لقب البريمير ليج في الموسم الحالي. We felt after we scored we did well to get the goal, build pressure, good goal. Then we had another five or six minutes with good a good spell and then
we lost our way a little bit, and maybe tiredness, sloppiness came in anyway, and we gave their crowd stuff to cheer about because they had a few counter attacks and some dangerous moments. Yeah, he's been very good. Paul has come in bright with his own, you know, personality. He's worked hard over the summer. He's lean, and he's enjoying himself. And I think we've seen that Paul wants to contribute. Of course, you don't see him in the dressing room and or in training, but he's really determined. He shows his winning mentality, and I'm very pleased with him. توتنهام هوتسبير واصل انطلاقته المميزة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو اللي تفوق على فريقه السابق وولفرهامبتون بهدف وحيد في مباراة شهدت ظهور نجم الفريق هاري كين كبديل في نهاية المباراة. I think he did well. He helped the team. He had a good chance. Harry is still on the process of increasing and improving his level of fitness, because he's one of the best players in the world. You can see the way he helped the team in terms of possession, to find lines. So we need everybody, Jonathan. We need everybody. You know, in the beginning of the game and yesterday when we arrived, it's always special. It was 4 years of our life. Lives together, a lot of memories, they will stick forever. But then the game starts and everything moves on. يعني بريمير ليج رجع النهارده. مانشستر يونايتد تعادل 1-1 في ماتش بصراحه مانشستر يونايتد يعني اتظلموا فيه. الجول اللي دخل في اللي احرزه ساوثهامبتون في الشوط الاول فاول رسمي على برونو فرنانديز، راجل مزقوق من فوق ومن تحت وكل حاجه، وفي الكره اللي يعني ادت للهدف. وطبعا كان في اعتراض كبير جدا من برونو فرنانديز ومن لاعبي مانشستر يونايتد، والراجل الفي اي ار ما رجعوش للقطه. والنهارده في ماتش ارسنال وتشيلسي طبعا ماتش مانشستر يونايتد 1-1-1، الشوط الثاني سولشاير حاول ان هو يدعم في الثلث الهجومي، نزل سانشو الديبيو بتاعته اول مباراه ليه. لكن في الاخر انا في رايي اللي فرق ان كافاني مش موجود. كافاني لو موجود في اخر 25 دقيقه في مانشستر يونايتد كان مانشستر يونايتد هيكسب الجيم. يمكن المباراه الافتتاحيه امام ليدز يونايتد والفوز الكبير في اولد ترافورد 5-1 خلوا ان في يعني اللعيبه بتلعب بثقه زياده قوي لعيبه مانشستر يونايتد ان هي تكسب باي وقت. نص الملعب ما فيهوش لعيبه، طبعا ساوثهامبتون سايبين الاستحواذ لمانشستر يونايتد وواقفين ورا ب 10 لعيبه منظمين جدا وبيلعبوا على الكاونتر اتاك، لكن ما فيش لعيبه على الدايره يقدر يلعب مانشستر يونايتد كوره. يعني انا في رايي ده الماتش اللي بوجبا كان لازم يرجع فيه على الدايره. صحيح كنت ممكن ان انت تفقده قدام، لكن ماتتش وفريد الاثنين على الدايره صعب. الاثنين بيجروا كتير والاثنين بيدافعوا كويس، لكن ما فيش حد بيلعب مانشستر يونايتد كره يلعب الكره ما بين الخطوط ويقدر ان هو يعمل خطوره. دايما الماتشات اللي بتلعب فيها فرق عندها بتعمل كثافه دفاعيه كويس قوي وبتقفل الجناب كويس قوي. النهارده قافلين ساوثهامبتون، قافلين الجناب بشكل كويس جدا، قافلين على لوك شو بشكل كبير جدا، لان هم عارفين ان هو مفتاح لعب مهم. لازم بقى يبقى عندك لعيبه على الدايره يقدر ان هو يلعب الكره من ديبر بوزيشنز او من مناطق بدري في الملعب، لكن ده ما حصلش. عدم وجود كافاني يعني كان راس حربه ممكن ينزل اخر 25 دقيقه، كان ممكن يعمل فرق كبير جدا. طبعا جرين وود جاب جون حلو، واحد من اللعيبه المميزه جدا. ماتش بقى تشيلسي وارسنال، توتنهام طبعا كسب فوزين مهمين جدا. فرقه وولفز على ملعبها في المولينكس فرقه صعبه واتموسفير صعب، عوده ديلي علي للحياه مره تانية، فوز من غير هاري بدون هاري كين بيدي دفعه معنويه كبيره جدا للمجموعه وللمدرب طبعا نونو سانتو، وذكائه الكبير ان هو نزل هاري كين وهو كسبان في محاوله. طبعا دانيال ليفي بيحاول ان هو يحتفظ بهاري كين او يحاول ان هو يغلي سعره على قد ما يقدر، ما بيردش حتى على مسؤولين مانشستر سيتي بيكلموه بيردش،
بيبعت لهم يقول لهم نو بس. النهارده قريت تقرير يعني ارتكل على كده واحد دانيال ليفا من اصعب الناس اللي تتفاوض معاهم في حياتك يعني راجل صعب جدا. لكن هنشوف هاري كين هيعمل ايه، هل هيبقى؟ هو طبعا اللعيب عايز يمشي يعني ابدا يعني بصراحة كده، انا عايز امشي، عايز اروح افوز ببطولات وعايز العب تشامبيونز ليج فوتبول وحاجات كتيرة جدا. وجمهور توتنهام يعني على اخره من هاري كين، لكن تحس ان الفرقة عايزة تثبت ان احنا نقدر نكسب من غيرك. سون ولوكاس مورا وكل اللعيبة مركزين بشكل كبير جدا، ديلي علي مركز بشكل كبير جدا. تشيلسي وارسنال وتشيلسي على ملعب الاميريتس، انتوا عارفين طبعا ارسنال كان خسر في المباراه الاولى امام برينتفورد 2-0، وتشيلسي كسب في المباراه الاولى امام كريستال بالاس 3. وتشيلسي النهارده انا كتبت على تويتر يعني بويز اجينست مان، ولاد صغيره بيلعبوا قدام رجاله ادلتس كبار. فرقه ارسنال بالغيابات طبعا حظهم وحش ان بين وايت عيان قبل الماتش، عندهم بعض الغيابات، اوباميانج مش جاهز، لكن تحس فعلا ان فرقه ناشئين. النهارده لعيبه تشيلسي كلوهم في الملعب، في كل حته في الملعب. توخيل مدرب كبير، فرقه تشيلسي فرقه منظمه، بيلعبوا ثلاثه ورا، اسبلاكويتا بيلعب سنتر باك ناحيه اليمين، جيمس بيلعب وينج باك. النهارده فاضي طول الشوط الاولاني واحرز هدف جميل وجاء عمل اسيست. لوكاكو وحش يعني رهيب، النهارده جاب جون وجاب جون حلو يعني. ممكن الناس تفتكر يقول لك ايه ده جون تابن يعني اللي هو ايه جون كامل على الخط، لا هو اللي سندها من الاول وهو اللي متحرك، جون راس حربه يعني. انا بقول ان لوكاكو وكافاني اخر نمره تسعة المحترمين، وفرقوا ما بين نمره تسعة وما بين مهاجم. نمره تسعة اللي هو البوكس سترايكر اللي هو يعني الانجليزي يقول لك يعني اللي هم they get at the end of things، اللي هو زي الجول اللي جابه النهارده وزي الكره الشوط الثاني اللي عملها بدماغه اللي الجول كيبر بتاع ارسنال شالها لينو شالها. لكن ماتش بيبين لك المعاناه اللي هيعانيها ارسنال السنه دي. وانا الناس بتقول ان ارتيتا مش غلطه ارتيتا، ارتيتا حالم، ارتيتا دريمر، عايز فرقته تلعب كوره بشكل معين بتاع مع لعيبه كواليتي مش موجوده عندها. لكن فين اللعيبه، الاداره واختيار اللعيبه؟ انا في رايي ان هم عندهم مشاكل كبيره جدا في حته الايدو والفوتبول دايركتور وحته السكاوتنج تيم. مفيش اختيار لعيبه كلها يعني، حتى على مستوى اللعيبه الصغيره على فكره اللعيبه كلها عاديه جدا، لعيبه كلها عاديه، جود تالنتس، لعيبه موهوبين، لكن لعيبه عاديه جدا. النهارده روما بيفوز في اول مباراه ليه مع مورينيو، فوز مهم جدا على فيورنتينا في اول مباراه يعني تامي ابراهام يشارك فيها وكان مميز جدا واحرز هدفين، صنع هدفين واحرز هدف، صح ما سجلش، صنع هدفين. اليوفي بيتعادل مع اودينيزي في مباراه لم يبداها رونالدو في اول مباراه واول عوده لاليجري، والدوري الايطالي السنه دي هيكون صعب جدا. النهارده الكابتن جهاد جريشه حكمنا الدولي بيعلن اعتزاله من التحكيم. جهاد جريشه واحد من الحكام الكبار في السنوات الاخيره في مصر، له اخطائه زي كل الحكام، لكن شرف مصر في كل المحافل الدوليه اللي كان موجود فيها. تواجد في كاس العالم الاخير، في كاس العالم في روسيا 2018، وحكم ماتشات مهمه جدا في ماتشات الافريكان تشامبيونز ليج والكونفدراليه، وكان خير ممثل لمصر وللتحكيم المصري. بعد مشوار رائع فرض من خلاله اسمه كواحد من أفضل الحكام في تاريخ الكرة المصرية، وكاسم مهم جدا في عالم الكرة الإفريقية على مدار سنوات طويلة، انتهت مسيرة جهاد جريشة بشكل رسمي.
بوصوله للعالمية وظهوره في مونديال روسيا سنة 2018. أكد جهاد جريشة أنه ساب بصمة صعب نسيانها في عالم التحكيم المصري. ظهور عالمي ما كانش أبداً وليد الصدفة، بعد مسيرة عظيمة فرض نفسه خلالها كواحد من حكام الصفوة في الكرة الإفريقية. 5 نسخ متتالية ظهر خلالها جهاد جريشة في كأس الأمم الإفريقية، كان آخرها النسخة اللي احتضنتها الأراضي المصرية سنة 2019، وأنهى مشواره فيها بمباراة تحديد الميدالية البرونزية اللي فاز بيها المنتخب النيجيري على حساب نظيره التونسي. وعلى صعيد بطولات الأندية قدم جريشة مشوار كبير، ظهر خلاله في نهائي البطولة مرتين لما أدار مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ومازيمبي الكونغولي سنة 2015، ولما كرر ظهوره في مواجهة الترجي التونسي والوداد المغربي بعد 4 سنوات، بجانب إدارة مواجهة كأس السوبر الإفريقي بين مازيمبي وسان داونز الجنوب إفريقي سنة 2017. ظهور مي ما اقتصرش فقط على مونديال روسيا، لكن اسمه كان دايما حاضر بين سفراء التحكيم الإفريقي اللي شرفوا القارة السمراء في محافل عديدة. وكانت أبرز البطولات اللي ظهر فيها كأس العالم للشباب 2015 و2017 ومنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 2016. على الصعيد المحلي حدث ولا حرج، حافظ جريشة على مكانه كحكم مصر الأول لسنوات، ولغاية الموسم الأخير في مشواره الطويل فضل دايما بين حكام الصف الأول، وفضل مصدر ثقة قبل ما تنتهي مسيرته ويخرج من الباب الكبير. مسيرة كبيرة للكابتن جهاد جريشة، واحد من حكام الصف الأول في مصر. بتمنى له التوفيق في خطوته القادمة، وأتمنى أنه يفيد التحكيم المصري من خلال خبراته الكبيرة، زي ما في كباتن كبار قبل كده أفادوا التحكيم المصري. وتاني فيما يخص التحكيم، لازم يا جماعة نحافظ على حكامنا، لازم نحافظ على حكامنا، لأن الحكام هم قضاة الملاعب. حكام النهاردة لو وقعوا منك انت هيبقى عندك خلل كبير جدا في المنظومة. وبمعنى احافظ عليهم، مش بقول ان احنا ما نهاجمهمش، بس لا، بقول ان انا لازم اعمل لهم، اديهم عشان اعرف احاسبهم صح، لازم اديهم التدريب المناسب واديهم مقابل مادي مناسب عشان يقدر ان هو يكون مركز وراجل متفرغ بشكل كبير لإدارته للمباريات وللشغلانة اللي هو شغالها، لان التحكيم ده شغلانة، وشغلانة صعبة جدا. لازم يبقوا محميين بشكل جيد من اتحاد الكورة، لازم يبقوا محميين بشكل جيد من اتحاد الكورة، ويكون في حماية من اتحاد الكورة للحكام المصريين. لكن اللي بيحصل دلوقتي ان الحكام عرضة يعني للهجوم كل اسبوع من الجميع، وده هيخليهم ان هم يعملوا اخطاء، هيبقى فيه اخطاء، واخطاء موجودة لانه بيلعبوا تحت ضغط كبير جدا. حكامنا يعني انا في رأيي ودايما بقول حكام مميزة، ما شاء الله محمود البنا يعني في مباراة نهائي البطولة العربية أداء جيد جدا وتميز كبير جدا، واحد من الحكام المميزين دلوقتي جدا في مصر. لكن عندنا على الأقل 4 أو 5 حكام كويسين في مستوى جيد جدا، لازم عدد الحكام دول يزيد، لازم 4-5 دول يبقوا 10 أو 15، ونطلع جيل صغير من الحكام مميز. ولازم اتحاد الكرة يا جماعة يبقى ليه دور في حماية الحكام، لازم اتحاد الكرة يبقى ليه دور في حماية الحكام. خايفين من ايه؟ انا مش فاهم خايفين من ايه؟ ايه الخوف اللي موجود ليه؟ الحكام النهاردة يعني كل الناس بتهاجمها، كل الناس. الحكم النهاردة دول قضاة الملاعب، لازم النهاردة يبقى فيه حماية ليهم زي ما موجود في كل حتة. انا النهاردة مثلا بقول لكم مانشستر يونايتد اتظلم، الكرة الجون اللي دخل فيهم فاول رسمي على برونو فرنانديز، والنهارده في ماتش ارسنال وتشيلسي
في الشوط الاول تشيلسي ارسنال ليه بينالتي رسمي على لساكا على جيمس، الراجل حتى ما رجعش للفي اي ار، او الفي اي ار ما قالوش بينالتي رسمي. وانا قاعد بتفرج كنت متخيل لو الخطأين دول حصلوا في مصر. طبعا ارتيتا بعد الماتش قال احنا لينا بينالتي، وسولشاير قال، سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد قال الكره فاول، قالوا بيحطوا ضغط على الحكام معين بس بليمت، بليمت يا جماعه، بليمت يعني الكلام بليمت، في كلام معين لو عداه لا. الحكام النهارده انت لو خسرتها، وانا بقول كده على فكره للمصلحه العامه لمصلحه الكوره، الحكام في مصر لو خسرناهم هيبقى عندنا خلل كبير جدا في المنظومه، خلل كبير جدا في المنظومه، لازم نشوف نحافظ عليهم ازاي. بعد الفاصل هيكون ضيفي واحد من المدافعين الرجاله اللي كان دايما مجتهد ومخلص في كل مكان لعب فيه، تعرض لانتقادات كبيره جدا في وقت من الاوقات لكنه واضح وصريح. بعد الفاصل ضيف حلقتي الكابتن عمرو الصفدي. اهلا بحضراتكم مره تانية في اوضه اللبس، وزي ما قلت لكم يعني ضيفي واحد من اللعيبه اللي انا لعبت معاهم في نادي الزمالك، وراجل دايما بيلعب بجديه كبيره ودايما مخلص في كل التدريبات، وواحد من اللعيبه اللي ممكن جه في وقت من الاوقات في نادي الزمالك في جيل انا بقول ان هو اتظلم، اتظلم في حاجات كتيره جدا كانت موجوده جوه نادي الزمالك. ضيفي الكابتن عمرو الصفدي. عمرو مساء الخير حبيبي يا ميدو، وحشني والله. والله انا مبسوط قوي يا ميدو اللي انا معاك. بصراحه انا الفتره دي انا كنت بعتذر عن برامج كتير لاني كنت بعمل تخسيس وكده، بس اول ما تقلي ميدو ما عرفتش اقول لا حتى، قلت له حاضر يعني. قلت له حاضر على طول والله. انت عارف انا اعرفك من عندي كام سنه؟ 15 او 14 كمان. 14 سنه مع كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه. ابراهيم يوسف الله ماتش بوركينا فاسو من منتخب الناشئين لغايه المنتخب الاولمبي. صحيح. وبعد كده الزمالك بقى في الاخر. عمرو اللي انا بقوله صح ان انتوا الجيل ده في الزمالك اتظلم؟ طبعا طبعا. اولا انت كنت بتلعب فرقه النادي الاهلي، هو الفرقه التاريخيه متهيألي للنادي الاهلي. يعني انا متهيألي من بعد الدوري بتاع 2003 2004 للزمالك، الجيل اللي جه بعديه انا كنت ساعتها قعدت سنتين في المصري بنلعبهم ساعتها. الجيل اللي جه بعديه ياخد الدوري يا ميدو من 2005 لغايه 2008 ده حقه. يعني انا اول سنه جيت فيها نادي الزمالك كان الفرق 5 نقط بس. بس لا، الاهلي كان ساعتها يستحق اللي هو ياخد الدوري لغايه 2008. 2009 كان ساعتها يستحق ياخد الدوري الاسماعيلي. اخر سنتين مع الكابتن حسام حسن كان لازم الزمالك ياخد الاثنين دوري دول. بس كان والزمالك خسر الدوري ليه؟ ما كانش فيه فار صحيح. كانش فيه فار. والله. والله ابسط كلمه يعني والله. كان في يعني كان في ظلم تحكيمي باين يعني. انت لو تفتكر مثلا انت قبل الدوري ما ينتهي باربع ماتشات وانت بتقدم على الاهلي 3 بونت، يجي ماتش المقصه لو تفتكره حسين حمدي لما عمل الكره بايده ويلغي جون لعبد الشافي والثلاثه بونت يضيعوا منك بسبب التحكيم. وفي الاخر الحكم يعتزل وانت ولا خدت حاجه ساعتها. بس انا دايما بقول يعني ايه ان فكره ان انت يعني ان انت تخسر بطوله وتتكلم على التحكيم والكلام ده، وبقول الكلام ده بقوله طول عمري بقوله دلوقتي، مش كويسه يعني. الاحسن ان انت تشوف ايه الاخطاء اللي عندك. احنا برضو وقتها كان عندنا اخطاء، كان عندنا مشاكل وكان عندنا اخطاء كتيره جدا. الاحسن ان انت تشوف ايه يعني. واحده من الحاجات ان احنا فضلنا نتكلم في موضوع التحكيم والكلام ده ونسينا نحل المشاكل اللي جوه النادي. يعني شغلتنا بان احنا نحل المشاكل اللي جوه النادي. جميل. بقى هو نفس المشاكل دي يا ميدو موجوده دلوقتي في الزمالك. نفس المشاكل اللي كانت موجوده ساعتها نفس اللي هي المشاكل اللي كانت موجوده دلوقتي في نادي الزمالك، بس اللي يفرق الفتره بتاعتنا على الفتره دي هو الفار. نفس مفيش فلوس، ما كانش فيه فلوس، ما كانش فيه، ما بنجيبش لعيبه فرز اول زي ما بيقولوا. كان تملي بنجيب اللعيب الفري لو تفتكر، كنا بنلعب ب 13 14 لعيب بس في الملعب. بس دلوقتي الامور مختلفه، خلي بالك يعني بنجيب لعيبه بندفع فلوس في لعيبه، وعلى فكره اللعيبه واخده يعني يمكن 80% من مستحقاتها. طب جميل، احنا ما كانش بيحصل لنا كده. لا دلوقتي الظروف يعني كويسه. والارقام مختلفه. والاداره اللي موجوده يعني في مكافئات على طول بتتصرف بشكل فوري، فالامور يعني الحمد لله كويسه. طبعا رايك السنه دي المنافسه ما بين الزمالك والاهلي، وخلاص ناقص ماتشين، الزمالك لو كسب الماتش اللي جاي يفوز بالبطوله، رايك ان السبب الرئيسي في تصدر الزمالك للمسابقه هو
خروج الزمالك من بطوله افريقيا واصرار اللعيبه على تعويض الجمهور ببطوله الدوري؟ هو عامه الموسم ده انا بعتبره الأسوأ تنظيميا والاقوى تنافسيا، انا بسميه كده. تنظيم كان سيء جدا، كان في فرق زي ما بتقول كده بتحط جدول لنفسها فتره من الفترات، بتحط جدول لنفسها ما بتلعبش في الوقت المفروض تلعب فيه، اتحط لها فرق ضعيفه جدا بعد ما لعيبه المنتخب الاولمبي راحوا، اتحط لها اربع فرق الهبوط، رباع الهبوط لو تفتكر النادي الاهلي اتحط له رباع الهبوط بعد ما اللعيبه اللي بتاعت المنتخب الاولمبي راحت، رغم ان هم في الجدول ما كانش بنفس الترتيب. تم تغيير الترتيب الجدول، ترتيب الجدول اتغير حتى منهم كان في ماتش اسوان ده كان من ناحية الاول، ده من ناحيه الاسوء تنظيميا. والاقوى تنافسيا بقى طبعا عندك في صراع الهبوط في فرق بتنافس صراع الهبوط، في الثالث والرابع والخامس صراع جامد جدا، الاول والثاني صراع لغايه الوقت. وشايف الصراع على القمه ازاي؟ الزمالك عنده ماتش مهم جدا امام الانتاج الحربي يوم الثلاث، والزمالك والاهلي هيلعب الجونه في نفس التوقيت في الجونه، شايف يعني شايف الماتشين ازاي؟ انا شايف يعني باذن الله يعني 99% الزمالك كده حسم خلاص الماتش، متهيألي حتى بعد هبوط الانتاج يعني ريح الماتش شويه. الانتاج هيقول لك احنا هنلعب بقوتنا وكده، بس مش هيبقى بنفس القوه اللي كان بيلعبوها الماتشات اللي فاتت. يعني انا كان عاجبني كشري في الدور الثاني بصراحه، انا كنت متابع الفرقه بتاعته بيلعب بتكتيك حلو جدا، ليه هويه يعني الانتاج كان ليه هويه، في فرقه في الدوري ما لهاش هويه. الانتاج بيقف ورا كويس وبيلعب على الكونتر تاك للاثنين، فراود عندهم سرعه جدا بيتحولوا على طول بفرقه كويسه جدا. انا كانت بتعجبني بصراحه، بس كشري هو كلمه السر هناك بصراحه، كشري يطور من مستوى الفرقه جدا جدا. الدور الثاني والله لو معاهم الدور الاول ما كانش نزل. طب انت شايف انا مختلف معاك في حته ان الانتاج عشان نزلوا او تاكد هبوطهم ان هو الماتش هيكون اسهل. بالعكس انا هقول لك من ناحيه كمدرب، من الناحيه الفنيه ومن الناحيه النفسيه. من الناحيه الفنيه عمرو، ان لما مدرب النهارده لو كان الانتاج لازم يكسب الزمالك علشان عشان يقعد في الشوط الثاني كان هيفتح الماتش غصب عنه. تمام. انما دلوقتي هو بالنسبه له التعادل كويس قوي، لان هو هيبقى بالنسبه هيعطل الزمالك. انا راجل عملت للاهلي الحته بتاعتكم وبتاع، فهيفضل قافل الماتش لغايه الاخر لو النتيجه لو النتيجه 0-0. فاهمني قصدي ايه ولا لا؟ بس ميدو حافز البطوله بيبقى تملي اقوى. يعني حافز البطوله ان انا داخل اكسب ماتشين خلاص واخد الدوري، متهيألي هيبقى اقوى من الحافز اللي عندي نادي الانتاج. يعني انت بتتوقع ان الزمالك يخش يحسم ان شاء الله. طب ورايك في ماتش الجونه والاهلي؟ انا اعرف انا لعبت في الجونه، ملك الجونه المهندس سامح سويرس ده زملكاوي جدا طبعا. فمعتقد اللي هو هيبقى ماتش صعب جدا على الاهلي برضه. ماتش فرقه كويسه. فرقه كويسه. وايه رايك في رضا شحاته كمدرب؟ لا ده كويس جدا رضا بصراحه، فاجئنا كلنا رضا فجاه كده، يعني بيلعب بطريقه جميله جدا وبيلعب يعني ليه بيغير الخطط بتاعته، مره 4-2-3-1 مره 3-5-2 بيغير. محافظ اللعيبه اكتر. لا كذا حاجه اكتر من اسلوب. خطه. طب سؤال، مين من المدافعين دلوقتي اللي موجودين في الزمالك اللي انت تقدر تقول ان هو لعبه قريب من عمرو الصفدي؟ هو كان الونش لو تفتكر. نفس بس الونش دلوقتي هو احسن مساك اصلا في افريقيا، احسن مدافع في افريقيا دلوقتي. انت رايك ان الونش افضل مدافع في افريقيا؟ طبعا. وايه رايك في المدافعين التانيين؟ يعني في محمود علاء، واحد من المدافعين اللي يعتبر الهداف التاريخي في المدافعين في الزمالك في الدوري المصري او بشكل عام. وعبد الغني وعبد السلام لعيب صغير ولعيب يعني طبعا في المنتخب الاولمبي. وفي دلوقتي بيقولوا سنتر باك كويس جدا اسمه حسام. الناشئين؟ لا ده موجود، كان قاعد احتياطي الماتشات اللي فاتت. يعني في الماتش اللي كان وينش مش موجود فيه، ماتش دجله كان هو اللي قاعد احتياطي. رايك ايه؟ هل في رايك ان الزمالك محتاج يبقى فيه اي تغييرات في المدافعين في الموسم الجديد؟ هو عامه ما فيش في مصر احسن من المساكين الموجودين في نادي الزمالك. مش هتلاقي. يعني انا دورت في الدوري كله، لفت نظري شويه نانا اللي هو بتاع الاتحاد الجامايكي، بس في ماتشات بيبقى فيها كويس جدا جدا عالي جدا وتقول ده كويس. وفي ماتشات تانية ما بس ده مش موجود. ده مشي وما جاش؟ لا رجع الوقت. والله رجع والله، بقاله 3 ماتشات بيلعب. طب كويس. ده كان لفت نظر، بس برضو في اوقات بيجي كانه لاعب افريقي لو تفتكر، اللاعب الافارقه في المدافعين بالذات يا ميدو، اللاعب الافارقه ما تضمنهمش زي ما تضمنهمش، مره ممكن تلاقيه عالي قوي، مره تلاقيه ماتشين تحت خالص. يعني انت رايك ان مفيش في الدوري المصري
أفضل مدافعين افضل من الموجودين. لا الزمالك لا لازم يحافظ على المدافعين اللي موجودين معاه. طب وانت طب رايك لو عبد السلام مشي؟ لان انا عارف ان عبد السلام قريب من الرحيل. في مفاوضات يعني ما بين نادي الزمالك ونادي الاتحاد ما بين كابتن حسين لبيب وحاج مصلحي ان يتم الاستعانه او يتم استعاره محمد عبد السلام موجود. لو محمد عبد السلام مشي لازم الزمالك يجيب مدافع مكانه ولا يعتمد على الولد الصغير حسام ان هو يبقى هو المدافع الرابع اللي موجود مع الثلاثه الكبار اللي موجودين؟ لا ممكن يعتمد ويجيب كمان مدافع كمان من تحت من ناشئين الزمالك يبقى عنده اثنين حتى يحضره. يعني طبعا عندي خبر يعني حزين ان صديقنا الكابتن احمد حسن والدته توفت دلوقتي. البقاء لله والبقيه في حياتك احمد انت وكل اسرتك وان شاء الله في الجنه باذن الله. عايز تعزي الكابتن احمد؟ يعني بعزي الكابتن احمد حسن في وفاته والدته ربنا يلهمه الصبر ان شاء الله. يعني انا كنت لسه النهارده بكلمه في التليفون قال لي ان هو في المنيا وان هي تعبانه جدا ونسبه الاكسجين يعني في الدم اقل من 60% وفي يعني الرئه فيها مشاكل كبيره جدا. يعني الباقيه في حياتك يا احمد ان شاء الله باذن الله في يعني والده الكابتن احمد حسن في الجنه باذن الله وربنا يرحمها وندعي لها يعني ندعي لوالده الكابتن احمد حسن ونقرا لها الفاتحه. يعني الناس طبعا احمد حسن واحد من الناس يعني اصدقائنا المقربين اللي باقيه في حياته. ها نسيت كنت بقول لك. كنا بنتكلم في المدافعين. يعني يعتمد على الـ على الـ على المدافع الرابع. يعني يسيب الثلاثه الكبار زي ما هم اللي بيلعبوا. هم كانوا بيلعبوا الرابع يبقى ناشئ يعني. عادي ما فيش مشكله. مميز لو ما فيش يجيبوا واحد صغير من بره مش مشكله. بس رايك ان ما يتمش الاستعانه بمدافع رابع؟ انا لو هم مش قد المسؤوليه نادي الزمالك او فنيه نادي الزمالك يجيبوا واحد رابع ما عنديش مشكله يعني. اوكي. يعني رايك الزمالك اتاثر قد ايه برحيل فرجاني ساسي؟ هو اتاثر من جهه اتاثر ففرجاني طبعا لعيب كبير جدا وكان احسن رقم 8 في مصر بصراحه ما شفتش بعديه ولا قبليه كمان في نادي الزمالك وفي مصر كمان. بس في امام برضو عنده مميزات كويسه راجل بيروح من 18 ل 18 رجله كويسه. بس فرجاني كان بيوزع ليه لمسه كان ليه لمسه كده كان بيطلع الكره كانك في صانع العاب تاني عندك في نص الملعب. كان في اوباما قدام مثلا رقم 10 كان برده كان عندك رقم 10 من تحتيه بالذات قدام الفرق اللي بتلعب بكثافه دفاعيه وبترجع لك كان بيحط جوان حاطط جون مؤثر في النادي الاهلي طبعا. طب الزمالك يعوضه ازاي؟ هل امام عاشور كافي لوحده ان هو يبقى موجود جنب طارق حامد في الموسم الجديد ولا الزمالك لازم يتعاقد مع لعيب نمره 8 جنب؟ انا شايف يتعاقد مع لعيب نمره 8 بس ما يكونش مصري لان ما فيش حد برضه يعوض فرجاني مصري. متهيألي لازم يكون لعيب دولي بره. لازم. يعني طبعا كلام مهم جدا بنتكلمه مع الكابتن عمرو الصفتي اللي لعب سنوات يعني كم موسم في خمسة. تعالوا نشوف تقرير عن عمرو الصفتي ونرجع نستعرض مسيرته مع الزمالك. عمرو الصفتي اسم لما تسمعه مستحيل يمر عليك مرور الكرام، سواء لمسيرته كمدافع قوي قدر يفرض نفسه في أندية كبيرة كان أبرزها الزمالك اللي لعب ليه في خمس مواسم، أو لشخصيته المثيرة للجدل دايما خاصة بعد اعتزاله. الصفتي المدافع المخيف اللي بدأ مسيرة مميزة في صفوف المصري أهلته للانتقال للزمالك سنة 2006 ونجح في فرض اسمه كمدافع أساسي في الفريق لأكثر من موسم، وكان من المساهمين في تتويج الفريق الأبيض بكأس مصر سنة 2008. اعتبره البعض مدافع عنيف، تلقى اتهامات كتير على مدار مسيرته باستخدامه لأساليب غير مشروعة خلال المباريات، لكن رده كان دايما حاضر بنفيه لاستخدام أي أساليب غير رياضية والتأكيد على أن استخدام القوى البدنية بشكل مشروع هو شيء مهم وأساسي للمدافعين.
بعد نهاية مشواره مع الزمالك واصل الصفتي مسيرته الناجحة ولعب بصفوف الجونة وغزل المحلة قبل ما ينتهي مشواره الرسمي مع كرة القدم ويتحول لمشجع عاشق لنادي الزمالك. تصريحات مثيرة ودعم دائم وغير محدود للزمالك قدمه الصفتي في أي ظهور إعلامي على مدار سنوات، وفي أوضة اللبس هيكون المدافع القوي موجود علشان يتكلم عن أسرار وحكايات بالتأكيد هتكون مثيرة، وعن اقتراب ناديه المحبوب من لقب غالي جدا في الدوري المصري الممتاز. صفتي، مين أصعب مهاجم لعبت عليه؟ هو في كتير بصراحة، في كتير. لا أصعب واحد قول لي لو. بص، وأنا في المصري كان في واحد فاجئني، أنا ما كنتش أعرفه نهائيا يعني قبليها او ما شفتوش نهائيا ولا فيديو ليه ولا كان اي حاجه. كان سيد عبد النعيم. كان وانا في المصري. ممكن تقول وانا في الزمالك كان عماد متعب. في ماتشات الزمالك والاهلي. بص، عماد عامه انا لعبت عليه كتير سواء في المصري او في الزمالك. عماد حط معايا جونين طول مشواره معايا في في المصري او في الزمالك. هو حط يعني معايا جونين. يعني عماد اصعب من فلافيو؟ عماد بره 18 احسن من فلافيو، الاثنين زي بعض في ال 18. الاثنين بيقطعوا زي بعض، زي بعض الاثنين. بس انت بتعتبر ان عماد متعب اصعب مهاجم بعد سيد عبد النعيم؟ لا، سيد كان في المصري، مرحله المصري. وانا كنت في مرحله المصري، كانت مرحله اللي هي المان تو مان اميدو لو تفتكر. بس انت لعبت على حسام حسن. لعبت بس وهو في الزمالك، ولعبت عليه وهو في الترسانه. بس كان كبر شويه. كان خلاص. بتضحك ليه؟ لا، كنت بتخانق معاه؟ لا 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 لا. كان ساعتها ولا ما كنتش كان جمهور بورسعيد ساعتها كان خلاص بقى. لا، قول لي. قول لي لو ينفع اتقال. قول. كان كل ملعب مع الكابتن حسام كان يقول بالراحه على جد وصفتي. كانوا الزاز بتوع بورسعيد، جمهور بورسعيد. بس جمهور بورسعيد بيحب كابتن حسام. لا، ده العشق بتاعهم. والله لغايه الوقت كابتن حسام وكابتن ابراهيم جدا. لا، العشق بتاعهم هو الكابتن حسام. بس انت ما كنتش فاهمها، كنت بتلعب جامد برضه. لا، وحتى لما جالنا المصري كابتن حسام كنت في التمرين ما بدخلش عليه، يعني انا عارفه يعني بيزعل. بس جميل كابتن حسام بصراحه. ودربك كابتن حسام صح؟ واحنا في الزمالك. اخر سنتين. مين احسن مدرب اتمرنت معاه؟ مصري برضه هقول لك، في المصري كابتن انور سلامه. وفي الزمالك كابتن حسام حسن. طب بنتكلم كلام مهم جدا مع عمرو الصفتي، نطلع فاصل وبعد الفاصل هساله اسئله من نوع مختلف. نطلع فاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية في اوضه اللبس، وعمر الصفتي مدافع نادي الزمالك السابق. عمرو، لو دلوقتي بتلعب على محمد شريف وانت كنت لعبك كله مان تو مان، يعني كنت تاخد الناس في صدرك وبتعمل مان تو مان، هتراقبه ازاي؟ بيجري في ظهرك على طول، هتراقبه ازاي؟ ما انا لازم اكون، انا لما كنت بلعب وانا على مهاجم معين او المدير الفني كان يقول لي على مهاجم معين، كنت بشوف له فيديوهات، بشوف له طريقه لعبه ازاي، بيستلم الكره ازاي، تدرسه. يعني انا بتبقى 90% من اللي انا بشوفه بيحصل في الماتش. 90%، ما بقولش 100%. 90% من اللي بشوفه ده المهاجم تحركته ازاي بتحصل في الماتش. كنت انا عارف ان محمد شريف سريع، فانا لازم اكون عامل خطوه لورا، خطوه لما الكره بتطلع خطوه لورا عشان ابقى انا قبل منه في الكوره، اخد الكوره. يعني انت خطوه. دي خطوه بس، مش اكتر. ما تقعدش تبص للكره وتسرح خلاص كده انت رحت فيها كده ساعتها. خطوه والكره بتتلعب لازم تكون اخر خطوه قبل منه. طيب مين لو انت دلوقتي موجود في نادي الزمالك، مين المدافع اللي كان هيلعب جنبك دلوقتي؟ الونش. الونش. بتلعب انت؟ هو الونش عامه هو احسن مدافع في افريقيا دلوقتي. هو انت في رايك ان الونش احسن مدافع؟ طبعا. طب انت في رايك مين يلعب جنب الونش في المنتخب؟ يعني حجازي؟ حجازي متهيألي. حجازي اكتر واحد عنده خبره وهو مختلف عن الونش، يعني هو بياخد الحته اللي هو تبقى كانها ليبرو شويه، والونش ساعات بيبقى هو المساك الاكتر يعني. والاكتر التحام يعني مع المهاجمين. مين احسن لعيب في الزمالك السنه دي؟ هو رقم واحد الونش. الونش انت في رايك اهم؟ الونش وبن شرقي ساعات على فترات، وشيكا برضو نفس الحكايه، وطارق حامد طبعا. المسلوسي فاجئنا في بعد الرجوع. عبد الشافي طبعا. انت في رايك الزمالك يبقي على المسلوسي يخليه في السنه الجايه؟ لا طبعا 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 يخليه طبعا طبعا
ده بيدافع كويس واوفراته كويسه جدا وبيعرف امتى يطلع وامتى يقف. لا كويس جدا. ودلوقتي بقى فت لا بقى فت هو اكيد مليون في الميه كان في بدايه الموسم مش فت. لا اللي احنا شفناه ده ما كانش فت. بعد الشهر وال10 ايام بقى كويس جدا تحول. ممكن نسالك سؤال؟ انت ليه بتستحمى بنص فوطه؟ مش بهزر والله. انا يا جماعه لما رحت نادي الزمالك فلقيت صفتي واقف في الاوضه بيستحمى بنص فوطه مقسومه كده نصين. فعايز اعرف ليه انت البني ادم الوحيد اللي انا شفته في حياتي بيتنشف بنص فوطه. لا هو مستحمى بنص فوطه بيتنشف بنص فوطه. قول لي ايه السبب؟ انت قلت لي ساعتها ايه السبب بس انا كان ابراهيم فايق وانا معاه في على الهوا لقيته فجاه بيقول لي ايه ميدو بعت لك بيقول لك وانا على الهوا انت ليه كنت بتقطع الفوطه بتاعتك من النص ليه بتقصها بالمقص ليه؟ انا عايز اعرف. مفيش اي انا اللي كنت متعود الفوطه لما تتلف مره واحده والله يعني تتلف مره واحده بتعقدها فجبت بشكير كبير لا انا استلمت بشكير كبير استلمت بشكير كبير فكل ما لفه يوم جاي لي من ورا كده وبتاع قلت لا لا احنا نسيب الوقت نسيب واحد سليم نص ونسيب واحد سليم واحد نستعمله نص نستعمله بس كنت سايب نص للتمرين ونص للماتشات لا لا يعني واحد يدوب والتاني يجي مكانه طب سؤال تاني الميكروباصات اللي انت مشغلها في بورسعيد لسه موجوده ولا قفلت؟ كان عندي خمس تاكسيات ماشيين على الكورنيش لا بس خلاص بقى بعناهم خلاص بقى. كانوا شغالين كويس يعني المشروع يعني. ده انت انا مره سمعتك وانت بتكلم السواق يعني بتقول ان هو واحنا بنلعب في الزمالك ان انت يعني اللي يلم الاجره بسرعه قبل ما الزباين وكده فعرفت الموضوع ده احكي لي الموضوع ده جه ازاي معاك؟ مش عارف انا فجاه كده واحد صاحبي كان عنده حموده اسمه حموده واحد صاحبي كان عنده تاكس فقال لي ده بتكسب مشروع جامد طب بجد؟ قال لي ادخل بتقلك فجبت خمسه واديتهم لابويا يديرهم خسروني بوظ لك المشروع والله خسروني والله العظيم والله خسروني دفعت عليهم كتير قوي والله يعني انت ما لقيتش حاجه تانية تستثمر فيها يا صفتي يعني مثلا الناس كانت ساعتها بتخش مثلا في البورصه تحط في لا بورصه شادي محمد مثلا حط فلوسه في البورصه مثلا مش ضاعت طيب خلاص كنت انت واثق في المشروع ده عملت له دراسه يعني صاحبي قال لي زي الفل ده انا بيجيني في اليوم ولا 200 جنيه ساعتها بقى ال 200 جنيه كانوا كويسين قلت بس خلاص انا داخل بتقول انا خمسه يا معلم والله والمشكله ان انا بعد ما بعتهم انا كنت ساعتها الترخيص ميدو كان ببلاش يعني انت تيجي ترخص التاكسي كان ببلاش المشكله ان انا بعد ما بعتهم بعدها بسنه الترخيص بقى ب 30,000 جنيه يعني ترخيص النمر بس يعني كنت هكسب لو سبتهم شويه النمر بس اللي انت تبيعها ب 30,000 جنيه حظك وحش ان انت حظك وحش طب انت دلوقتي لو عملت مشروع ايه المشروع اللي هتعمله؟ يعني انت دلوقتي خلينا نقول ان انت بتفكر ان انت تعمل دراسه للمشروع وتشتغل فيه ايه المشروع اللي هتعمله؟ أنا مش هتعمل التاكسيات تانية لا 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 خلاص بقى انا قلت خلينا في المجال بتاعي ورحت قابلت الكابتن طارق يحيى والكابتن جمال عبد الحميد قلت لهم عايز اكاديميه باسم نادي الزمالك في بورسعيد ما كنتش اقدر اعملها بورسعيد لاني تملي بورسعيد للمصري خلينا نكون متفقين يعني بورسعيد يعني للمصري بس بيحبوا الزمالك يعني انت النادي الثاني بعد المصري هو الزمالك في بورسعيد دي حاجه مفروغ منها يعني بس انا فكرت ان انا كنت عاملها انا ساكن ما بين بورسعيد ودمياط بورتو فانا قلت خلينا اللي بس الصار هناك بقى عامل اكاديميه قال لي لا ما ينفعش وقال ما فيش حد يدخل الا هو شفتها الصقر واخد كل حاجه فدلوقتي طب ما انت برضو ما قلتليش دلوقتي ايه المشروع اللي انت هتعمله انت قلت حاجات بس ما قلتش ايه المشروع انا عندي كافيه مع قريبي و بس مش متفرغ له ميدو يعني انت فاهمني مش محتاج اتفرغ لا يعني مش متفرغ له بصراحه مش بتاع كده طب بعد الفاصل هنعرف من عمرو الصفتي تشكيل الموسم ايه هو تشكيل الموسم الحالي الموسم اللي احنا لسه بنلعبه افضل 11 لعبه في الموسم هنطلع على البورد ونعرف تشكيل الموسم مع عمرو الصفتي اهلا بحضراتكم مره تانية في اوضه اللبس وعمرو الصفتي عمرو الاول عايز اكلمك عن النادي المصري النادي المصري دلوقتي بيعود للمشاركات الافريقيه في اخر ست مواسم خمس مرات المصري بيشارك في البطولات الافريقيه في رايك ايه سر نجاح اداره المصري الهدوء بتاعه
الهدوء في اداره النادي المصري، اداره هاديه، اداره ما بتستعجلش على المدربين، اداره ملتزمه مع اللعيبه في فلوسها، اداره بقى لها 6 سنين اول مره تحصل للنادي المصري 6 سنين 5 سنين مربع ذهبي، واقل موسم اخذوه كان المركز السادس مع الكابتن علي ماهر السنه اللي فاتت، ده اقل مركز. فلا الاداره بتاعت المصري ملتزمه جدا، وانا شايف بتتعرض ساعات لهجوم في بورسعيد غير مبرر، يعني وجهه نظر انا. ليه بتبقى اجندات؟ بيبقى عايزين يجيبوا مثلا رئيس نادي تاني بتاع، بس هو الاداره ناجحه يا جماعه. الاداره الناجحه والمصري على طول في المربع وفي افريقيا، ايه المطلوب؟ انا لما لعبت في المصري ما رحتش افريقيا الا مره واحده. فانت شايف ان الاداره عامله شغل جامد جدا؟ ناجحه، وكمان قطاع الناشئين عندنا في النادي المصري بقياده الدكتور ميمو عبد الرازق، يعني هقول لك ايه، من انضف قطاعات الناشئين في مصر. يعني من القطاعات القليله دلوقتي اللي ما عادش بتاخد فلوس، ما بتاخدش اصلا فلوس من اللعيبه. اكيد انت وصل لك المعلومه دي يا ميدو. فقطاع نظيف جدا، عشان كده في ناشئين كتير بتطلع النادي المصري. طب ورايك في تجديد الكابتن علي ماهر لعقده؟ يعني الاسبوع اللي فات كابتن علي ماهر النادي المصري اعلن تجديد عقد الكابتن علي ماهر لموسم اضافي، رايك ايه؟ هو برضو دي سياسه مجلس الاداره، اللي هو اللي انا ابقى منتظم، او انا يعني استقرار للفريق، يعمل استقرار للفريق، مش من نوع الادارات اللي هم يعني الصوت العالي يلا على طول غير وبتاع، ما فيش الكلام ده. طب ايه رايك كابتن علي ماهر في ادارته الفنيه للنادي المصري في الفتره الاخيره؟ بص، الكابتن علي ماهر عامل موسم كويس، يعني الواحد ما يقدرش يقول حاجه، بس في برضو شويه سلبيات عند الكابتن، حاجات بسيطه بس. التغييرات مثلا اللي انا باخدها عليه، ساعات التغييرات بتاعته بتبقى المصري بتبقى ماشي كويس جدا، بيعمل تغييرات بتبقى مش كويسه، انا في وجهه نظري الفنيه كده يعني. يعني رايك التغييرات خلال ال 90 دقيقه هي اكبر مشكله؟ بس انا شايف ان كابتن علي يعني عامل شغل كويس جدا. طبعا يعتبر ده توتال هو بعد الكابتن حسام حسن في النتائج الكويسه اللي عملها للنادي المصري. طب تشكيل الموسم ايه رايك في الفكره دي؟ جميل. ها جميل. انا حاسس ان انت خسيت شويه في الحلقه. ها عمال يقع. ماشي، اقوله لك. ايوه، ها، محمد الشناوي تحتيه ابو جبل. انت هتكتب، ما هو انت تكتب تشكيل. ماشي هو الاحتياط، يعني في احتياط وفي كده. انت رايك ان ابو جبل كان احسن من عبد المنصف السنه دي؟ بجد؟ يعني هو طبعا عبد المنصف ده عامل موسم استثنائي وكل حاجه، بس ابو جبل انا شايف امكانيات ابو جبل احسن. ماشي، بس ما تحطنيش بقى كل مركز واحد احتياطي. لا لا لا، هي مركز معين عشان ما اظلمش بس لعيبه. هو انت التشكيل الاساسي بتاع الموسم. لو انت النهارده في استفتاء وطلب من الكابتن عمرو الصفتي ان يحط احسن مراكز. ماشي طبعا. الونش عبد الغني المسلوسي، تحتي اكرم توفيق عبد الشافي، معلول الاحتياطي، طارق حامد، ساسي، قفشه، زيزو، بن شرقي، وتحت زيزو برضه شيكو، برضه هنا رمضان برضه احمد رفعت برضه عشان يبقى كل واحد حقه يعني. ثلاثة في نفس المكان. ماشي. وراس حربة محمد شريف طبعا. انا يعني بقى يعني انت عن ماشي انت زملكاوي طبعا قوي انا معاك، بس انت المسلوسي نص الموسم ما لعبش صح؟ انا من بعد انا بقيمه من بعد ما لا انت بتتكلم في الموسم. لو انت استفتاء، ما هو ميسو ساسي نص الموسم ما لعبش، لا أو مش مثلا نص قوي تلت. ما هو ميسو اميدو ميسو مين يا ميسو مين اميدو؟ بص، النهايات برضو بتبقى كويسه، النهايات يعني في لعيبه بتقعد في النادي، كنت تكون ماشيه من النادي وتيجي في اخر الموسم تعمل لها ماتشين كويسين بيقعدوا. هو ده التشكيل بتاعه بالنسبه لي. حلو، انا مش شايفه يعني في حد تاني يعني. هو اغلبه اهلي وزمالك، بس احمد رفعت
عامل موسم كويس في المصري بس. وطارق حامد برضو عشان يبقى بعديه في فريد شوقي صراحه برضو في المصري. فريد شوقي لعيب كويس قوي. لعب معظم على فكره المباريات في وقت بره. لما لعب مساك عجبك لعب كويس؟ لا مش مركزه. لا 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 خالص. بس هو لعب بسنتر باك كتير. لعب بس ما قيموش في مساك عامه. عندك اهدافك ايه الفتره اللي جايه يا صفتي؟ يعني يعني عايز تخش في التدريب؟ عايز تخش في انا داخل اصلا في التدريب. ايه بقى قول لي. فانا بتعلم كويس يا ميدو، يعني انا في حاجات بتنزل في الفيفا بتعلم منها في مواقع اوروبيه وكده، بتعلم حاجات جديده. ايوه يعني عايز بقى الفتره اللي جايه ان انت مثلا تخش يعني نفسك ان انت مثلا تشتغل في النادي المصري في بيتك. اشتغلت المصري عامه صح فضل عليا، سواء اولا كلاعب او في بدايتي كمدرب. فانا اشتغلت في المصري. ايوه انت شغال دلوقتي في قطاع الناشئين؟ اشتغلت. هم لسه ما عملوش القطاع الجديد. يعني في الهيكله الجديده. ان شاء الله اسمك هيكون موجود في. صفتي نورتني حبيبي يا ميدو. وانا انت واحد يعني من الناس الطيبين المخلصين اللي الواحد عارفها ولعبها. بتمنى لك التوفيق حبيبي يا ميدو. ما تحطش فلوس في التاكسيات تاني. خلاص. يعني طبعا دي كانت حلقتنا النهارده، وضيفي الكابتن عمرو الصفتي مدافع الزمالك السابق. اشوفكم ان شاء الله بكره على خير في حلقه جديده من اوضه اللبس. تصبحوا على خير.